منوف مين؟ جاي من دبي. انت مستنيه حد جاي من دبي؟ يعني عموما هي طياره دبي وصلت خلاص. ايجي يعني ابو نواف؟ ما اعرفش والله ايجي ولا ما جاش، هو يعني زمانه خارج من هنا. من هنا؟ هيخرج من هنا تلاقيش. مجدي يا رب انا قلت مكعبيله، بس مش للدرجه دي. عامل ايه يا مجدي؟ ازيك؟ تمام الحمد لله، كويس الحمد لله على السلامه. ولا انا كمان كنت متخيل انك اوزعه كده يا دينا. ايه ده دينا مين؟ انا مش دينا خالص، اصل دينا شنطها اتاخرت وقالت لي اطمنك عليها عشان تعرفها هي لابسه فستان موف مليان ورد كتير كده يا مجدي. الحمد لله. يلا باي باي بقى. خدي تعالي هنا. ها اوزعه انت. امال انت مين؟ انا رهوب اللي كنت قاعده جنبها في الطياره وحكيت لي عنك يا مجدي. باي باي يا مجدي. فستان موف وورد، هي دي دينا؟ يا رب هو كده مفيش وسط. ابو نواف ظهرك والنبي، حكي بحاجه بس. هاي، امال مجدي فين؟ دينا صح؟ دينا. مجدي فين؟ مجدي حصل له ظرف كده. حصل له حاجه؟ لا بعد الشر، هو كويس بس يعني اضطر يسافر على فجأة. سافر؟ جات له حاجه على غفله فسافر على فجأة. على فجأة. يوه. ايه اطمني، هو قال لي اخدك من هنا اوديك لحد البيت. بس كان نفسي اشوفه. بجد؟ انت مين؟ انا مش مجدي. ما انا عارفه اسمك ايه يعني. عادي. كنت هكلم مجدي بقى عشان افهم فيه ايه دلوقتي. هكلمني دلوقتي؟ ايوه حالا؟ ايوه. لا ثانية ايه؟ اروح الحمام بس. وانا مالي انا؟ ايوه بس ثانية. انا هتكلم، انا مالي. طيب ثانية واحدة، روح تكلمي دلوقتي. ابو نواف اجي؟ ابو نواف مين؟ مش دي طيارة دبي؟ من فضلك انا بجد مشكلتي اكبر بكتير من ابو جوز. ايه ابو ايه؟ حاضر. الو. ايه يا مجدي؟ معلش غصب عني والله، جات لي سفرية مفاجأة كده تبع الشغل. طيارة الدوحة، آخر نداء لطيارة الدوحة. ها؟ لا مفيش، هو يعني طيارة الدوحة يوم يومين. آخر نداء لطيارة الدوحة. ها؟ آخر نداء لطيارة الدوحة. لا يا دينا، ها كنت تقول يا عم هو طالع الدوحة؟ يا عم أنا مش عارف أقوم أنا. إيه الصوت ده؟ هو أنت في المطار؟ الدوحة؟ أيوه أنا في المطار أهو. الدوحة؟ أيوه بختم الباسبورات. بختم الباسبورات وداخل على الطيارة. طب بقول لك ايه؟ سلام دلوقتي، سلام. يا اخي. دوحة؟ وانا لو يعني هروح الدوحة هكذب عليك ليه؟ ما انا هروح الدوحة. الدوحة؟ انا اسف جدا اتأخرت بس الحمام كان زحمة قوي. ولا يهمك. كلمتي مجدي؟ كلمته. ورد عليكي؟ رد طبعا. قال لي استنيني لسه قدامي كتير على الطيارة، بس قلت له مش قادرة عايزة انام هموت. دوحة. طيارة الدوحة. ايوه دينا جايه. معلش ثانيه واحده، العربيه دي مش هتكفي الشنط بتاعتي. ازاي بقى هتكفي الشنط؟ طبعا ثانيه واحده بس. صدقني مش هتكفي، انا شنطي كتير قوي يا ستي. ولا يهمك هتكفي، بس اصبري. بس اهم حاجه في حاجه تتكسر معاكي، مثلا طقم كاسات، طقم جيلي بتاع. بص هقول لك حاجه، انا هاخد تاكسي وانت تعالى ورايا. يا نهار ابيض تاكسي؟ ازاي بتقولي ده؟ عيب ازاي؟ معلش صدقني والله هو ده الحل، مش هيكفوا. انا عارفه انا بقول لك ايه. والله هيكفوا بس. طب هقول لك حاجه. ها؟ اديني دقيقه واحده بس يا ستي. وده مستحيل يحصل، لو لقيتي الشنط ما كفتش ها ابقى خدي تاكسي، مستحيل يحصل. فرصه بس. الو. ايوه يا ميجو. دينا ايه الاخبار؟ طمنيني. الحمد لله تمام، انا في التاكسي اهو طالعه على بيت عمتي. بقول لك ايه يا ميجو، ايه الهلهطه اللي انت بعتولي ده؟ هلهطه؟
ليه 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 بتقولي كده؟ انت مش فاهم، ده مسخره. ما شفتوش وهو مزنوق جوه عربيته وشنطتي ماليه العربيه شكله تحفه؟ ده يعني جازات الراجل ان هو بيخدمك تقومي تقولي عليها لهطه؟ وانت محموق له كده ليه يا مجدي؟ محموق له علشان خاطر ده يبقى ابن عمي يا دينا. انا اسفه قوي والله، ما اقصدش، بس هو شكله كيوت وطيب جدا. انا ما اقصدش حاجه والله. كيوت؟ طيب طب دينا سلام دلوقتي علشان انا بس بخلص الحاجات اللي في المطار وكده واجراءات. باي باي. مجدي الو؟ الو؟ كمان كيوت؟ ازيك يا عم عبدو؟ الحمد لله على السلامة يا ست هانم. الله يسلمك، خد منه الشنط لو سمحت. أوامرك يا ست هانم. ميرسي يا جميل، تعبتك معايا. باي باي. جميل كاتك القرف حلاوتك. ايدك معايا يا اسطى. اسطى اخفى عليك يا دينا، سنه بحالها ما تساليش على عمتك. والله وحشتيني قوي يا عمته، معلش الفتره اللي فاتت كانت صعبه عليا شويه. الله يرحمك يا بكر يا اخويا. الله يرحمه يا رب. فعلا يا عمته من يوم ما بابا مات وانا حاسه بالغربه، ده غير كمان ان ماما هتتجوز. بصي بقى، سفر مفيش بقى، انت تيجي تقعدي معايا، البيت واسعه، حتى لما تتجوزي تجيبي خطيبك الغلس ده وتيجي تقعدوا معايا. ما خلاص فسخت خطوبتي. والله احسن يا شيخه، ده كان غلس، كان رخم قوي، ده كان عليه قفا، كنت ببقى نفسي امسكه اسكعه على قفاه كده من كتر غطته. يا ساتر، ولا امه. ايوه ولا امه. خلاص بقى يا عمتي اروح الحلم. قولي لي بقى، مفيش حاجه جديده؟ شكلها كده هيبقى فيه، بس ادعي لي والنبي يا رب. بقول لك ايه يا دينا، انا هقوم احضر الاكل، ده انا عامله لك شويه ملوخيه من صنع ايديا تاكلي صوابعك وراها. الله يرحمك يا بابا. نادي كده، نادي مجدي، وادي عادل. عادل اهو. الو. هاي يا دينا، مساء الخير، انا عادل ابن عم مجدي. هاي عادل، ازيك، في حاجه؟ الحقيقه كان مجدي كان كلمني وقال لي ابقى اكلم دينا وسيب لها نمرتك علشان لو عايزت اي حاجه، فنمرتي هي دي اللي ظهرت عندك. طيب اوكي، اول ما اقفل معاك هسجلها على طول. بس مش ممكن يا عادل، انتوا ازاي صوتكم زي بعض كده؟ ما اصل احنا العيله كده عندنا، صوتهم كلهم شبه بعض. عيله متماسكه بقى جدا. حتى خدي ده بابا عايز يسلم عليكي، خدي معاكي اهو. بابا. يا دينا حبيبتي ازيك، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا انكل. خلينا نبقى نشوفك بقى. ان شاء الله يا انكل. لا يا حبيبتي، انا مش انكل، انا طنط مامة عادل. انكل اداني السماعه. زي حضرتك يا طنط. الحمد لله. هاتي بقى يا ماما، بقى يا ماما هاتي السماعه بقى يا ماما. يوه. شفتي يا دينا صوتنا مش ممكن. شفتي؟ مش ممكن يا عادل، حتى مامتكم صوتها زيكم. ايوه هي اصلها قلوده قوي. طيب اوكي، عموما لو عوزت حاجه هبقى اكلم مجدي. ميرسي، باي باي. باي باي. انا مبسوطه قوي ان انت جيت. ما انا ما اقدرش افوت اي حفله، انت عارفاني. طب تحب بقى اقول لك يا بيسو ولا يا كابو؟ بيسو؟ لا كابو احلى. ماشي يا كابو. بقول لك ايه، تيجي نرقص؟ ها؟ يلا نرقص. معلش اذا كنت غلست عليك الصبح، بس الصراحه انا كنت قاصد. عادي، انا متعوده على كده. حلو اللي انت عاملاه في شعرك ده والالوان، بس مش غريب شويه؟ عجبك النيو لوك اللي انا عاملاه؟ الايه؟ النيو لوك. بص انا عاملاه مخصوص عشان الحفله. والله كلفتي روحك، بس الصراحه الصرف باين باين. وانت مين بيعمل لك النيو لوك؟ ها؟ الشعر الستايل. صبحي. مين؟ الحلاق بتاعي، بروح له كل يوم جمعه بعد الصلاه، شعر دق فوطه سخنه بيظبطني. يو ار سو سويت يا بسيوم. حلوة قوي الحفلة بتاعتكم دي، يعني انتوا كل يوم كده؟ على طول، احنا كل يوم حفلة عند واحد من الشلة. على فكرة طارق شكله زعلان من اللي حصل النهاردة. سيبك منه، هو على طول كده عامل فيها زعلان. لا يعني انا خايف اكون انا السبب في الزعل بينكم. زعل بينا ليه يعني؟ ايه اللي ليه؟ هو انتوا مش مرتبطين؟
لا طبعا مش مرتبطين، طارق ده ما بيرتبطش بحد، طارق عايز كل حاجه تبقى بتاعته وبس. بيني وبينك مامته مربيه على كده. شوفي وانا اللي كنت فاكر يعني ان انتوا الاثنين. لا مفيش ولا اي حاجه اصلا. اصلا اصلا انت يعني مفيش حاجه خالص خالص. بقول لك ايه بس يوني، ما تيجي افرجك على الفيلا بتاعتنا. طب ما تستني بعد البوفيه. ايه خلاص قبل. اتفضلي. هاي مامي. هاي انجي. مساء الخير يا فندم. لا عادي خلاص بتبقى عادي طبعا. شوف العيال ومؤيستهم واخدين راحتهم على الاخر ولا كأننا هنا. حبيبي ايه يا عم مالك زعلان من ايه؟ من قله يعني البنات في الجامعه يا سيدي. لو بيغرك الرفع اقسمني اثنين يا ماما. اقول لك 100 مره انت زي اختي. يوه. ايه يا عم طارق ما بتضحك معاك؟ وبعدين ايه يعني لما الراجل طحنك انت هتستهبل؟ اوعي يغرك زي ما يغر انجي. لولا السجارتين اللي ضربهم كنت طحنته يا سيدي. ولا يهمك انا معتبرك طحنت. اوه لسه معاك طابع؟ معايا بس انت افورت النهارده يا كبو. يا بقى فيها كبو. اخلص فاتقلم. انا خد فكره بقى انتوا مغرورين في الواد ده وانا هوريكم. الله معاك. ماشي يا حلو. اقول لك حاجه؟ ايه؟ انا مش متفائل. ودي بقى يا سيدي اوضتي. ايه رايك بقى في بيتنا؟ دي صورتي وانا عندي 3 سنين ودي وانا عندي 5. مين دي؟ دي ما اعرفهاش. تعالى افرجك على بقيه الصور. ده باباكي ها؟ دي لما كنا في امريكا. ودي مامتك عادي. بس دي لما كنا في فرنسا. قولي لي انجي انتي بتجيبي حاجتك منين يعني؟ حاجات ايه؟ حاجات دماغ طوابع. لا الحاجات دي احنا ما بنجيبهاش، هي اللي بتيجي لحد عندنا. ما شاء الله يا هاني قلبتي البيت كباريه. انت ايه اللي جالك دلوقتي؟ مش تبقى تتصل قبل ما تيجي؟ اتصل عشان اجي بيتي. خلاص بقيت انا الضيف واصحابك هم اصحاب البيت. فين انجي عشان تسمع الكلام ده؟ دي واحده يا عم. بإذنك. على فكره حضرتك عندك حق بس دي غلطتك من الاول. مش معنى انك منفصل عن طنط تسيب الحياه بايظه قوي كده. ها انجي واخده راحتها على الاخر وانا مش شايف فيه اي حزمه. واضح من الصور دي ان باباكي بيحبك قوي يا انجي. ايه ده حلقي واقع؟ وريني كده بس يوني. ممكن تركبهولي؟ انا الصراحه اصلي يعني اول مره اشوف حلقان بتركب في الحواجز. ده الستايل. هاتي حاجه كده ركبه بس. فين اللي بيحصل ده؟ بابا. ها؟ ابن حلال لسه حالا كنا جايبين في سيرتك. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مين الحيوان ده؟ شفت؟ اهو ده اللي انا كنت عامل حسابه، ان حضرتك تفهمني غلط، حضرتك انا كنت بركب لها الحلق حواجبها. بابا من فضلك مفيش حاجة حصلت تستاهل ده. اسكت انت يا انجي، اسكت انت مالكيش دخل، الندل ده هو اللي غواكي ولو شرفي. والله ما في نقطة مية ترتشت على شرف سعادتك، أنا لسه عارفها النهاردة الصبح يعني ما حصلش حاجة. وأنا هستنى لما يحصل. تعالى هنا. إيه اللي دخلك أوضة بنتي يا حيوان يا واطي يا حطير؟ مسافر كمان عذرك. انا غلطتي ان انا سالتها واحنا طالعين يعني ماما نظامها ايه. قالت لي عادي. ماما عادي طبعا عادي. ما هو الحق مش عليكي، الحق على اللي ربيتك ربايه سبور. اتفضلي يا هانم شوفي التربيه السبور اللي ربيتيها لبنتك. كفايه بقى فضايح، مش ممكن. ايه التخلف اللي انت فيه ده؟ تخلف ومع صاحبها ليه ان شاء الله عايشين في امريكا. على فكره واضح ان هما مش متفاهمين خالص يا انش. ايه يا بابا بس يوني زميلي في الجامعه عزمته على حفله فيها ايه دي؟ اتفضلي يا هانم بقى دي اشكال تصاحب بنتك. وانا بعرف قصادك ما انا واقف اهو. احنا اللي اشكال برضو. نسيت ام ميمي. ام ميمي؟ مين ام ميمي دي؟ دي الخدامه بتاعتنا. خدامه ده انت طلعت لازم تهدلها فيه لو عامل ام ميمي. ده انا كويس اني عايش معاكي. ام ميمي ده عايش معاكي.
تقولوا في امك ايه؟ انا هجيب لكم طابور. عيشتك 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 مني يا شيخه. ده انت بتقربني من الشيخه. كفايه انتوا ايه؟ ارحموني بقى، فضحتوني قدام زمايلي. انتوا مش هتبطلوا بقى ليه كده؟ الو الو يا ادهم بيه، فكرت؟ ايوه يا ابني فكرت، بس كنت عاوز اقول لسعادتك حاجه. يعني المليون جنيه دول ممكن يعني ادفعهم بالتقسيط على كذا شيك؟ يعني تقسط ايه بس يا ادهم بيه؟ هو انا ببيع لك فيسبه؟ ما يا ابني المليون جنيه دول ما اقدرش ادفعهم على طول، كتير والله. ولا كتير ولا حاجة. بص أنا من الآخر مديك أحلى سعر، واسأل برا. يا ابني الكلام أخد وعطى، وأنا إن شاء الله هبقى زبونك مش هسيبك. عاوزك تعمل معايا واجب. بقولك يا آدم بيه، أنا مش عايز فصال. أنا من الآخر هم المليون ويبقوا مقفولين كمان. وأنا مش موافق، أنت أكيد مجنون. إيه؟ أبوكي بيموت في قفل السكة. الدرجة دي أبويا بياني؟ جايز ما اقتنعش بيا كخطاف. انا السبب، انا السبب. انت السبب ليه؟ هو انت اللي خليت ابويا بخيل؟ This is my dad. يس يس. انت خريجة ايه؟ Business Administration AUC. دي اللي في الزقازيق صح؟ بقولك ايه؟ هو انت ليه عايز تنكس البيت؟ اسمها انكس البيت يعني اصلحه، اللي اذا كان جمعة بقى عنده حق. مين جمعة؟ ده يوم من ايام الاسبوع. ده واحد صاحبي من شلة الجامعة. انت عارف ان انا الوحيد اللي في شلة الجامعة اللي عملت مشروع مخصوص لنفسي؟ قلت اعتمد على نفسي واتعب كتير واكسب كتير. بتكسب كتير؟ لا بتعب بس. الاكتتاب قرب والاسهم كلها في الطالة. هو ده وقته يا ملك؟ بدلتي. انا لقيتها مش فكرة تبدليها. برافو عليك. ايه ده؟ هي البدلة دي عندها تبول لا ارادي ولا ايه؟ طب هنعمل ايه؟ ابويا شكله كده ولا مش هيدفع حاجه يا ملك؟ قلت لك مش هيدفع. لا هيدفع، هيدفع يا ملك، وهتعملي العمليه ان شاء الله، وهتمشي على رجلك وتعملي كل اللي نفسك فيه. ازاي؟ ابوكي لازم يتاكد ان انت في خطر بجد وحقيقي، ولازم يشوف ده بعينه كمان. مش هنقعد نقضيها تليفونات ورغي طول النهار، وبعدين كل مره بيقفل السكه في وشي. طب وبعدين هنعمل ايه؟ ابوكي عنده بريد الكتروني. ايه؟ ايميلز يعني، عنده ايميلز. طبعا. انا هخلي ابوك يدفع الفلوس زي الجزمه. قلت لك ما تشتمش. انا اقصد جزمه غاليه يعني. سالي خدي التابلوب اللي في ايدها ده بالكاميرا ودخليه جوه. وانا كمان هقوم اجهز. يا عسل. انا رشدي سرحان باظ، احدثك من الساحل الشمالي الافغاني، وقد قمت بواحد 41 عمليه ارهابيه في جميع الدول الأجنبية المنوفية منها والغربية. أحذرك، أحذرك يا أدهم يا شاذ، بأنه لن تنعم أمريكا، لن تنعم أنت بيوم واحد. أدفع المليون، تعاطفك واحد مو كفاية، وإن لم تدفع لسوف أقتلك وأقتل بنتك ثم أقتل كريم السكرتيرة. عليكم اللعنة جميعا. وعلى فكرة أنا بقى لا بيهمني بوليس ولا حركات، ها؟ والحركات البلدي دي. ودلوقتي قولي رشدي أباظة. طعي رشدي أباظة، مش هتقدر تغمض عينيك. فاصل ونعود. الواد ده خلاص اتنفخ، اتنفخ رسمي. ده بقى بتاعنا احنا دلوقتي. الواد ده لازم يروح جوانتانامو. اما الفكرة اللي عملها رشدي بمليون جنيه كده اكيد ابوكي هيدفع. برافو عليه. سالي اديني بقى نص قرص النوم اللي معاك. لا خليه ربع ربع، يوصلني بس لحد السرير. لا 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 بلاش بلاش، انت ما تقدرش عليه. ربع هو ربع والله. ما تخافيش انا نحست خلاص. عايز اقولك ان شكلك بجد رهيب رهيب. احسن حاجه عملتيها انك خليتي منظرك زباله كده، عشان ابوك يصدق فعلا ان انت مخطوفه. برافو عليك يا ملك. خلي بالك بقى من نفسك. بقولك نحاست. يلا تصبح على خير. على فكره انا خدت البدله معايا، ها؟ هنشوفها عندي في الظل فوق، لان واضح انها بتعرق شويه في الشمس. تصبح على خير يا جماعه. بتتري على شكلي؟ معلش معلش. فهمه ده. يا رجل Thank you.
احنا غلطانين، احنا سبنا له البدله. عمل هالندل يكون راح فين؟ انت قلقانه ليه يا ملك؟ احنا مش لاقينا الجزمه؟ يبقى خلاص ما هربش. مش شرط، ممكن يكون هرب حافي. يا رب يا سادة. انت كنت فين؟ انت عايز تشلني؟ لا انا واخدك كده، انا حاسب على الكلام. احنا اصل ملك يعني كانت قلقانه يكون جرى لك حاجه. ليه انا زي الفل اهو، تمام قوي. وايه اللي بالك كده؟ مفيش، يعني اصل انا لقيت البدله نشفت فقلت بالله اتشائمت اصلي. بصي انا عملت لك ايه؟ عقد. ده بمناسبة ايه؟ ده بمناسبة الذكرى الأسبوعية للخطف. Thank you. لا ده صدف. تفتكري أبويا شاف الإيميل؟ أبوكي؟ أبوكي على التليفون. يا نهار أسود أبويا؟ طب إيه ده؟ ردي عليه. أرد أقول له إيه؟ اسألي ملك. أقول له إيه يا ملك؟ قولي له إنك عند أبوكي، بس قومي كلميه من بره. ربنا يستر وساري تعرف تتصرف. هو برضو انا مش فاهم حاجه كده، يعني هيفرق ايه لما تقول انها عند ابوها ولا عند امها؟ اصل ابوها وامها مطلقين بقالهم 5 سنين. اه وكانوا واخدين بعض عن حب. مش وقته يا رشدي. ماشي. بقول لك ايه، هو انت كنت قلقانه فعلا يكون جرى لي حاجه لما رجعت مبلول وكده؟ انا عند بابا. ما انا ما ينفعش اقول لماما عشان ماما بتزعل. طيب ماشي، حاضر حاضر، باي باي. في حي سالي ماتت ولا ايه؟ ايوه 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 ايوه. خير خير، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ابوكي كلم امي وعرفت منه ان انا مش بايت عندك. طب وانت قلتي ايه لابويا؟ قلت زي ما قلتي لي ان عند ابويا، ولما قال لي امال ايه حكايه بايت عندك دي؟ قلت له ان انا اضطريت اكدب على مامي واقول لها كده لانها ما بتحبنيش اروح لابويا. فايه فايه، انت فقدت الذاكره ولا ايه؟ فايه فاضطريت يعني اروح له من وراها. يا نهار اسود، إيه؟ امي اتصلت 25 مره. اهدي بقى شويه، اهدي. بقول لك ايه، هو ابوك وامك بيكلموا بعض من ساعه ما اتطلقوا ولا ضاربين بعض بالجزم؟ عمرهم ما كلموا بعض ابدا. يعني ضاربين بعض بالجزم؟ طب ما هي بسيطه ومحلوله. قولي لأمك نفس اللي قلتيه لأدهم الكلب ده، إن أنت روحتي لأبوكي وما رضيتيش تقولي لها علشان ما تزعليهاش. يا سلام، وافرض اتصلت بيه وسألته يا فالح. المرأة اللي تقعد 5 سنين ما تكلمش طليقها بعد الطلاق عمرها ما هتكلمه دلوقتي. ده حل تحفة. برافو عليك. إيه ده؟ أنا خدي طول عمره شريف على فكرة. أهلا أهلا أهلا، هو فين أشوفه؟ سيادة اللواء عبد السلام باشا شخصية جاي يزورني. ايه يا بابا؟ اه حبيبي، اول مرة زورني في الاسم. ربنا يبارك ويبارك لي فيك. اهلا يا حبيبي، انا جايب لك مفاجأة كبيرة قوي. جايب لك معايا السيد مساعد وزير الداخلية شخصيا، ومعاه بنته جولنار هانم. بس ايه يا بسوني؟ صاروخ يا ابني، صاروخ. يلا يا ابني. تاني يا بابا، يا بابا قلت لك قبل كده انا ما ينفعش اتجوز واحده ما شفتهاش قبل كده. اسمع يا ولد، دي فرصتك الوحيده عشان تتنقل من الوحله دي. وبعدين يا اخي تعالى سلم على عروستك، كفايه انهم جايين لك لحد عندك. يا فندم، ابني الملازم اول بسيوني ليه الشرف انه يجي يسلم على حضرتك. تمام يا فندم. هذا الشبل من ذاك الاسد. اهلا يا وحش، اهلا بسيوني. يا باشا يلا يا ابني روح شوف عروستك. يلا
كنت صباح الخير يا مسعود. صباح الخير، سلام وقولا من ربنا رحيم. ايه ده شفت عفريت؟ ايه اللي بيحصل ده يا عبد السلام؟ دول اكيد بيلعبوا مع بعض يا فندم. اديني فرصه بس يا مسعود. يا جماعه استنوا معايا يا حبيبي. اقول لك على حاجه ورايا يا مسعود. مين لابس يا مسعود؟ يا مسعود يا حبيبي انا بقول لك استنى بس اقول لك على حاجه. أنا تأخر قوي يا عبد السلام. أكيد يا فندم بيتعرفوا على بعض. الحقني يا بابا، الحقني يا بابا. شفت مسعود يعمل فيا إيه يا بابا؟ البنت اتمرمطت، ابنك عمل في البنت إيه يا عبد السلام؟ مش عارف يا فندم، أكيد في سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ أنا من دلوقتي هتبقى في سوء معاملة بعد كده. أشرح لك بس يا فندم، يمكن في أسباب نفسية. نفسية إيه؟ بلا نفسية بلا كلام فارغ. يلا يا بنت قدامي. يلا يا بابا والنبي اديله فرصة تانية. بلا فرصة بلا كلام فارغ. يلا الكاميرا العربية بلا نشيل التاني. والنبي يا بابا ده جميل وشبه قصر الساري يا بابا. يلا يا بنت، يلا الجري قدامي. أنت أكيد مش وعيك. ايه اللي انت عملته ده يا ابني؟ ده مساعد وزير الداخليه، عارف يعني ايه؟ والله لو الراجل جاي لوحده كنت شلته على راسي، لكن جايب لي ولاده كلهم اتجوزهم. يا ابني ده دفعتي وانا عارفه كويس، ده راجل عنيف جدا ومش هيسمح لاي حد يكسر قلب بنته. طب بابا انا راضي ذمتك، دي فيها ايه الكسر؟ دي كلها سفنج. انت حر بقى، بس تعمل كل اللي يجري لك. بابا ده ممكن ينقلك حلايب شلاتين ولا حتى السلوم. ليه يعني يا بابا؟ هو جواسم الجورنان دي يعني مهمه قوميه؟ وبعدين انت قلت لي صاروخ ودي طلعت قاعدة صواريخ. الله، ده بقى يا فندم الرجل المناسب في المكان المناسب. تاريخ مشرف من العمليات الناجحة، أقوى شخصية في دفعته. بيخدم فين الولد ده؟ في الأرياف يا فندم. لما هو كفاءة وجامد كده مش كنا احنا أولى بيه؟ ده من حسن حظنا يا فندم إنه بيخدم في منطقة مقطوعة، عشان لما نزرعه في وسط العيال دي وشه ما يبقاش معروف خالص. أنت شفت الولد ده؟ ها؟ ويا ريتني ما شفته يا فندم. بصراحة أنا أول ما بصيت في وشه خفت. جسمي أشعر لدرجة إن أنا فكرت أغيره ليكون أكبر من المهمة. بالعكس، واد زي ده هو المطلوب بالظبط. أنت شوقتني أشوفه. يومين اتنين يا فندم وإجراءات نقله تتم خالص. أنت لسه بتحبني؟ بفضل أحبك طول العمر. بحبك. أوباش. مسك ايديها نكبس عليهم بقى ونعم فندم والنبي. اصبر يا زفت، خليهم يسخنوا على بعض شويه، هنا نتفرج. انا مش عارف الحياه من غيرك كنت هقضيها ازاي. ما تخلص يا عم الرومانسي، ما تتعبناش، احنا في صحراء مش في جنينه الاسماك. حنين عليا طول عمرك. انت لا مؤاخذه يا باشا، قبش كده سخن قوي، نهجم عليهم بقى يا باشا. يا ابني مفيش تلبس كده، كبيرهم محضر راغي في الطريق العام. انا اليوم عرفتك حلوة. انت فين يا استاذ حازم؟ هل تسمعني؟ حاول حاول الاتصال في وقت اخر. حاول. انا نجدت يا حيوان. ايوه يا ابيه، ده الجهاز بيترعش من الفرح. حازم، تعرف الواد دفعتك اللي اسمه بسيوني عبد السلام بسيوني اللي بيخدم في الارياف ده؟ طبعا يا باشا. عاوزك تجيبه لي من تحت قطيع الارض، ما تدخلش مكتبي الا وهو في ايدك. تجيبهولي حياً أو ميتاً. علم يا سعادة الباشا. يلا يلا. طب والتلبس ده يا باشا؟ يا ابني سيبك منهم، دول عاملين لي فيها تامر وشرين. يا راي يلا. بابا معاك. أهلاً أهلاً، تأخرتوا ليه يا أولاد؟ عشان عمو ده لونة وشوك. برافو يا حبايبي. أنا مالي يا بابا، إذا كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى، ما تنتحر في 60 داهية. إيه؟ عملية تجميل؟ بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف اللي اشتغل فيها. هيشفط ايه ولا ايه؟ احنا لحقنا ابوها ينتقم، وبعدين ينتقم بقى، احنا ما يهمناش حاجه يا بابا. ثانيه واحده يا بابا، ودني بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم. بقول لك ايه، حازم حازم بسيوني بسيوني، الله يحرق سنينك. انت فين يا ابني؟ فاكر يا لما كنت بغششك في الامتحانات؟ وكنت بسقط. والله وحشتني يا بسيوني. والله وانت كمان. طب فاكر يا لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز؟ رقبتك كانت هتتكسر. بس مش فاكر يا باشا. برضه مش فاكر، انت هتصعبط عليا. بنسى الحاجات ده. والله وحشني. وانت كمان يا بسيوني. قول لي يا حازم بالحق، انت يعني ايه اللي فكرك بيا؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك يا سيدي، على الهزار واللطافه. جاي اقبض عليك يا بسيوني.
تقبض عليا انا؟ بجد بس لا والنبي اديني بقى ايدك الشمال. ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي. الف لا باس. يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني. افكك ايه يا باشا؟ ده انت شكلك عامل مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه، كل اللي حصل انا احكي لك ان انا رفضت اتجوز جورنان، عايزين يقولوا لي حلايب وهتمرمط. يا باشا لا فيها جورنان ولا حلايب، ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله. قال لي هتقوله حيا او ميتا. يا عم ولا اكبر ولا حاجه، انت عارف الموضوع ده حله ايه؟ دبله وبوكيه ورد. فكني بقى يا حازم. ورد ايه يا ابني؟ انت اطلع قدامي اتفضل. يا فقر ادي وحش يا باشا، ادي وحش يا مسوني بقى. تعالى تقول ابعت لك ايه كل يوم يا فقر؟ كل يوم ابعت لك ايه؟ اتفضل يا باشا. يحيى العز. ايه ده؟ اوعى كل في بالك. ايوه اللي بالك يا كل سنه. طيب رمضان بكره. بكره؟ ايوه. انت متاكد؟ ايوه متاكد. انت شافوا العيال؟ ايوه شافوه. العيال مش فاكر. يا اخي رام في ايه؟ في ايه؟ انت مش فاكر. بكره. ايوه. ازاي يحصل كده ومحدش قال لي ليه؟ نعمل ايه احنا دلوقتي؟ امسك. ايوه بسرعه. ايوه بسرعه. طياره على السوبر ماركت. ايوه روح هات لي 5 6 7 8 9 10 علب فول. وهات لي 40 بيضه. 40 بيضه. 40 بيضه. ايوه انا هصحى لوحدي. يلا بسرعه. خد. انا مش مطمن. انا مش مطمن بكره. ايوه انا حاسس ان انا ناسي حاجه. بسطرمه. شفت نسيت البسطرمه؟ لا لا تعال اطلع معايا، انا ناسي حاجات كتير. تعال مد معاك. مد معايا. رمضان كريم يا تخين. بقول لك يا جدع، انت تبطل تقول لي يا تخين دي خالص، فاهم ولا مش فاهم؟ ليه كده يا تخين؟ انا سوسته يا نص برضه بيقول لي يا تخين. ما تقوليش يا تخين دي. بس يا صبر اسكت. انت تقوليش يا تخين دي، فاهم ولا لا؟ مش هقول لك تخين تاني خلاص. بقول لك ايه، تتحشاني الشهر الجاي ده كله. ها بالعيد كمان. خلاص خلاص امشي يا اخي. ايوه عرفت. اهلا وسهلا. انت عارف. ايوه اشرف انا معاك اهو. بقول لك انا طالب الاجازه هتلاقيه على المكتب بتاعي. ها في البيض كنت في بيضه اهي. انزيم الحزي. النبي اوعى تنسى. سلام سلام. يا ربيع المعيد خلصت. لازم اي خدمه؟ شكرا 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 يا صبري. شكرا. انت بتعمل ايه؟ بصحب. انت كده هتتعب في الصياعه. اعمل ايه يا صبري؟ اول يوم ده اصلا بيبقى حر وجوع وعطش ونرفزه. نرفزه. ايوه نرفزه. ايه ده؟ اداء ما كلتش رز. ما كلتش رز. لا كله بكره ماشي. ايه قاعد تنفخ معايا؟ معلش. ايه خلاص يا صبري امشي. امشي يا صبري. وبقول لك ايه، لما تخش بكره تنظف اوعى تطلع صوت. طب حاضر. عشان مش عايز اصحى. حاضر. اسمع. ايوه. وما تصحنيش الا على الفطار. خلاص على الفطار يا صبري. خلاص يا باشا. حط اللي في بقي ده هتفه ولا لا؟ لسه السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله. ايه ده؟ انا عطشت وانا لحقت. شو كنت خدت منوم؟ كل رمضان انسى. الو دينا. ايوه عادل ازيك؟ معلش سوري بكلمك في وقت متاخر. لا لا خالص، انا سهران وصايم وكل حاجه. اصل في واحده قريبتنا ماتت وكنا محتاجين لحد معاه عربيه عشان نحضر الدفنه. انا والله كلمت كذا حد بس كلهم طلعوا على مارينا. انتوا هتدفنوها في مارينا؟ مارينا ايه عادل؟ الدفنه في الشرقيه. هينفع تودينا؟ طب ما ينفعش تدفنوها هنا؟ اكيد لا، هي من الشرقيه فلازم تدفن هناك. هتعمل ايه؟ هتودينا ولا ايه؟ البنت بتحب الراجل اللي لما تحتاج له تلاقيه واقف جنبها.
سندها. اول ما تحس باحتياج هو يبقى اول واحد يجي في بالها. دينا هصحى واكلمك. قصدي افتحي البلكونه هتلاقيني واقف تحت. ايه اللي خلاني ارد؟ الحمار اللي راكن هنا كده ده. ايوه ايوه اتفضلت اتفضلت. الحمار برضه بس كده خلاص. حضرتك ظبطت كده؟ اتفضلت اتفضلت. اتفضل حبيبتي اضحك في حياتك. حياتك الباقيه يا اخويا. حياتك الباقيه. بقى لله بقى لله. اتفضلي اتفضلي يا ماما اتفضلي. كتر خيرك كتر خيرك يا ابني. لا لا ما تقوليش كده. ده انا خدوم ده انا خدوم. كتر خيري على ايه؟ معلش يا عادل هو ظرف مفاجئ كده اصل كانت عيانه قوي. بالعكس دي ماتت في وقتها. فندم؟ يعني ماتت في رمضان في رمضان سبحان الله. الله يرحمها. دي احلى موت احلى موت. معلش تعبناك معانا. ما تقوليش كده ده انا خدوم جدا. اتفضلي 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 دي اتفضلي اتفضلي. كنت عايز اسال سؤال بس. هو مش الشرقيه دي على سفر؟ طب يعني الواحد ممكن يفطر؟ ممكن طبعا بس ما احناش راكبين جمل يعني عشان تفطر. يا ستي جمل ولا حصان دي رخصه ربنا حللها يعني. انا اصلا عندي السكر وتعبان فممكن اهبط منكم فجاه في الطريق. سلام. انت اتفضلي بس هجيب اي حاجه كده قبل بيهريه بس وشويه اكل. اتفضلي اتفضلي على طول. ثواني ثواني. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. خير امرني. كيس كبير كده لملي فيه بقى ايه شويه شوكولاتات على شويه شيبسيهات على حاجه ساقعه على شويه عصاير ها وعلى ايس كريم لو عندك ولو في سندوتشات حط. بس انا جعان قوي عطشان قوي. لا اله الا الله. حاضر بس بسرعه والنبي. حاضر. الو اكلم تريزا لو سمحت. قول لها جرجس مش موجوده. طب اكلمها تمام. سلام سلام. خدي خدي يا دينا خدي خدي. جبت حاجات لينا كلنا رخصه لينا كلنا ناكل ونقزقز طول الطريق. افتحي لي حاجه افتحي لي حاجه اشربها بسرعه وحاجه كلها يلا. ايه ده صباح الخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ كرم ابن اخت المرحومه. اهلا وسهلا. قصدي الحاج كرم هتفطر برضو؟ افطر ايه واحنا مسافرين بجمل ده؟ الشرقيه هنا في الشارع اللي ورانا. هات يا حبيبي. خد انا يا فاطره اكل لي بس لقمه كده عشان معاك الدواء. اتفضل يا اخي. خلص العصير خلص يا حبيبتي يا غاليه. في عند حضرتك برضو ايس كريم الحقيقي بقى قبل ما يسيح. والله ده انا بحبه قوي. اهو شوكولاته. خد الشريط ده شغله لنا مجنون. فضل شريط وده وقت بغنى وراس واحنا رايحين عزا شيخ كرم. استغفر الله العظيم. شغل لنا فضيله الشيخ. خلي ربنا يبارك لنا في الطريق. فضيله الشيخ معلش انا ما خدتش بالي. انا اسف انا اسف. الموت الموت رايحتنا رايحتنا وهتنزلوا تحت. والله العظيم هتنزلوا تحت. هتشوف الويل يا تارك الصلاة يا فاطر رمضان. ما فطرتش انا. هي اللي فطرت. التعبان الاقل هيفطفط عظمك. ملائكة العذاب يا بول الظلام وحدك تحت يا ابن ادم. اخرك متر في متر ونص في 4 متر ونص. ما قالش كده الشيخ. بس هو ليه حضرتك بيزعق قوي كده؟ بيزعق؟ ايوه ده عليه حلاوه صوت تمسه القلوب. قلوب ايه يا كرم؟ ده صوته وحش جدا. وبعدين الدين ترغيب مش ترهيب. ايوه صح صح. لا مش صح. صح. وبعدين انت تفهم ايه عن الدين؟ مثلا تفضلت الشيخ البهتاني. لا معلش انا درست فقه في الخارج وعارفه انا بقول ايه كويس جدا وجادلهم بالتي هي احسن. لا ده انت فجرت. اوعي اوعي بس يا واد يا كرم لحسن هقول لهم انت كنت بتعمل ايه وانت صغير. خلاص خلاص يا حاجه ارحميني اهو اهو عشان خاطر الحاجه بس. ماشي. انت كنت بتعمل ايه وانت صغير؟ مش هقول. يا اختي روح يا اخي. هتقوم تعرف تسوق ولا ايه؟ معلش اسف الفرامل بتاعنا. يلا روحوا انتوا مع الستات واحنا نروح نلحق جنازه ونتقابل هنا. ماشي اوكي. يلا يا حبيبتي يا غاليه. على مهلك يا ماما. على مهلك. السلام يا غاليه. اتفضلي. السلام عليكم. على مهلك. على مهلك. على مهلك. على مهلك. حبيبتي يا غاليه. يا بطني. يا بطني. بطني. كاسه الكيس كله. يلا يا بطني. ايوه اتفضل اتفضل اتفضل. البقاء لله. قال لله هو احنا بنجري ليه كده؟ مش احنا اللي بنجري. ده النعش طاير طاير. ايوه طاير. المرحومه تهلول ولا الجنه. هم هم خلينا نكسب ثواب حملها. حملها؟ ايه ده؟ هي المرحومه كانت حامل؟ حامل ايه يا اخي؟ استغفر الله العظيم. استنينا يا حاجه.
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ده عدن المغرب. مغرب يا أخي ما تعصت ميت. حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. يا رب تولعوا كلكم كلكم تولعوا في جهنم. يا رب تولعوا المرحوم المرحومة تولع. عادل معلش انا اخبطت لك اليوم جدا، اكيد كان وراك شغل. انا لا خالص بالعكس، ده انا كنت قاعد زهقان والله، وبالعكس انا كان نفسي اجي الطرب جدا خصوصا وانا صايم. عموما تمام الحمد لله كل حاجه حصلت. اتفضلي بقى اتفضلي. لا معلش انا لازم امشي مع بنت عمتي. ايه ليه؟ بقالي كتير ما شفتهمش يعني. سيو بقى في مصر ان شاء الله. ميرسي جميل، باي باي. ايه القلب ده؟ جميل جميل برضو. انا كان مالي، انا كان مالي ومال الشرقيه ومال المرحومه، وفي الاخر ما كانش معايا. ايه ده ايه ده ايه القرف ده؟ انا ايه اللي كان جابني؟ ايه ده حكرم، انت ما روحتش معاهم ليه؟ روح روح معاهم روح معاهم روح معاهم. لا لا مش هروح، لا يمكن ابدا اسيبك ترجع لوحدك مصر. لا ما انا مش حد بمدا والله. بعدين اصلا احتمال انام وانا سايق وبفكر اتقلب، فعشان يعني بعد شر عليك يعني. قسما بالله العظيم اتقلب معاك، مش هسيبك لا يمكن. ماشي حكرم. احنا انت بتشتمني؟ لا ما اقدرش. طب شغل لنا الشريط بقى بتاعك. ايوه كده. ارحمني بقى ارحمني بقى. ها كل سنة وانت طيب يا حبيبي. يا حبيبي يا خالو. ده تقيل قوي. طبعا انت فطرت من غيري يا نجم. لا لا لسه. حقيقي حقيقي الخال والد. انا ما هنش عليا ان انت تفطر اول يوم في رمضان لوحدك. قلت اجي افطر معاك. احنا مالناش غير بعض يا ابني. حبيبي يا خالو دي صينية ايه دي؟ ها؟ دي دي بطاطس بالفراخ. ما قلتليش. عملت ايه مع البنت؟ ما قلتلهاش بقى ان انا مجدي عشان ما تطفش يا خال. امسك. انا اروح ايه؟ اغسل وادفن ويجي الاستاذ مجدي يخش الجنه على الجاهز. خالو انت نسيت تقفل الباب، قوم اقفله. ما يتحرق الباب ان شاء الله، ما اتقفل ولا اتفتح. قوم بقى اقفله، انا تعبان بدل ما تدخل. انا تعبان، ده لسان صينيه لما اتقطع قلبي. الله. طب ما انا جبت الاطباق يا خالو والشوكولا معايا. طب ده كان معقول كده؟ عدلت انا. سيبني في حالي بس. خلاص خلاص خليها خليها خليها، ما تضطرش حتى تفتحه وانت نازل. الو عادل، انا في التجمع الخامس، ممكن تيجي توصلني لاكتوبر؟ اوكي دينا حاضر ماشي. عادل ممكن تيجي معايا دلوقتي نجدد كارنيهات النادي؟ الو عادل عادل، الرقم الذي طلبته صائم، برجاء الاتصال بعد الإفطار أو بعد العيد. إيه؟ بعد العيد. عادل عادل فندم النبي يا فندم، اعمل معروف بقى، خلينا نجيب الولاد هنا ونعمل الحفل. هتفضح انت بتقوله ده لا يمكن يحصل إلا على جثتي. We'll be right back.
ايه يا فندم؟ كده العيال هياخدوا بالهم بره. يا ريت يا اخي ياخدوا بالهم، ويا ريت يكون عندهم دم وياخدوا بعضهم ويمشوا. هي دي الحفله اللي عدايه؟ جايب لي كهارب ومزمار بلدي، قول لي لها حفله طهور يا سيباسيوني. ده انت ناقص تجيب لي حصان في البيت. والله دورت ما لقيتش ولا حصان. ده انا كنت اضربك بالنار. انت هو حصان في بيتي؟ انت مجنون يا فندم. معلش عشان انت نسيت احنا في مهمه يا باشا. ملعون ابو جيب مهمه. تتفق. بقول لك يا جدع انت بسيوني ولا زفت؟ بفكرك قبل الساعة 12 تكون مسرب الكلاب الضالة بتاعتك دي من هنا. 12 ما نلحقش، نبقى لسه فكرة الساحر. ساحر؟ ايوه. لو انت هتجيب لي ساحر كمان، ساحر هنا في بيتي فندم. انا اللي هعمل لك ساحر واخد عينيك في ايديا. انت مجنون يا سيباسيوني؟ ساحر فندم. بص، شايف العيال ومسجنين بره على الاخر والخلطة ماشية زي الفل عشان خاطر يا فندم. هم دول عيال، دول عيال سفلة جايين. انت بتغمزني زي يوم الحرز جايين. وازيك ابو العزايم؟ وايه القمصان دي المسخره؟ ميه وبحر يا راجل، ده احنا بريدنا يا راجل. انت كلمني ايه بس يوني؟ سايبيننا واقفين هنا ليه بقى؟ سايبينكم؟ معقوله؟ ده انا كنت بتكلم مع عزمي في موضوع كده. يا جماعه هاف فن، البيت بيتكم، خدوا راحتكم، كسروا الحيطان، اعملوا اللي نفسكم فيه. مش انا كنت خايفه يعني لا يكون القبطان عزمي بيه يعني متضايق من وجودنا ولا حاجه. القبطان عزمي بيه؟ لا لا يا جماعه، احنا نشيل الكلفه بقى. قولوا له يا وادي عزمي، يا ابو العزايم، يا زومه. عزمي ده راجل هلاس طول عمره ويحب الهلس، مش كده ولا ايه؟ اه طبعا، ده هفن 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 هفن. طب على اذنك بقى يا عزمي باشا، انا وانجي عايزين نقول كلمتين كده على جنب. ها طيب، وهتسيبني هنا لوحدي؟ اسيبك ايه؟ مايا خدي راحتك على الاخر. طب ايه يا مايا على الاخر؟ روحي يا هفن معاهم، هفن، روحي هفن هفن معاهم. سيادة القبطان، عاوزه ايه؟ انا خلاص قررت تعلمني الغطس، يلا غطسني غطوسه. ايوه مفيش انابيب تشيل الحجم ده، هحاول اشوف لك فنطاس يقدر يشيل ان شاء الله. لا انا عايزه اغطس دلوقتي. فين؟ هنا؟ ايوه في الشقه. عاوز تغطس في الشقه؟ يعني انا مش هغطس. كسرت المكتب. الله، حلو قوي الجو ده يا بسيوني. انا فعلا كنت محتاجه تغيير. يعني هو ده التغيير من وجهه نظرك؟ اوف كورس، واحد يعني لازم كل فترة كده يغير من موده، يعني يعمل كده حاجة أورينتال عشان ما يزهقش. بس على فكرة يعني التغيير ممكن يبقى مش من بره بس. بس يوني، انت عمرك حبيت بجد؟ هو في حب بجد وحب كده؟ طبعا الحب اللي بجد هو اللي يستاهل ان الواحد يتغير علشانه. فوزي، يا مسافرة وعامل حفلة، بس حازم جالك على غفلة. ما تفهمش غلط، أنا بعمل كل ده عشان مصلحتك ومصلحة أختك، صدقني. مصدقك طبعًا يا بيه، بس أنت المرة دي فرطة منك جامد يا بيه. مش لما أنت ليك في النظام ده تقول لي برضه حازم حازم حبيبك. نظام إيه؟ هظبطك. أنت فاهم غلط. على العموم بص يا حازم، أنا هشرح لك كل حاجة بعدين. تشرح لي إيه يا باشا بلبس الألعاب اللي أنت لابسه ده ساعتها؟ حلو؟ طبعًا يا باشا، ماشي مع الشبكة اللي بره. شبكة إيه؟ الشبكة يا باشا اللي بره. يا باشا عشان كده حضرتك حاططني في الآداب عشان أتستر على جرايمك. يا بجم افهم، أنا فعلًا ابتديت إجراءات نقلك، بس أنت ساعدني. نقل إيه يا أبي وتكلفة إيه؟ كنت مثل الأعلى وخلاص انهارت. يا سفاح الأندر إيدج. اخرس ولد حازم. عزمي، عزمي حبيبي وحشتني. عزمي انت نمت ولا ايه؟ روحي دلوقتي ما وحشتكش يا حبيبي. وحشتني بس. ايه ده؟ فظيعه قطك دي؟ ها قطك. ايوه سريرك. ايوه سريرك ده. والحافي بجد. ايوه بجد يا عزمي. أيوه. وحشتني موتي حبيبي. وحشتني بس روحي دلوقتي. بعدين بقول لك ايه يا عزمي. الجو ده ما بيثيرش جواك اي مشاعر ناحيتي؟ مين دي يا عم المثير؟ دي مجموعه من الاندر ايدج جايه تسلم عليا. ربنا يوفقك يا باشا. طيب نعم. طول عمر الاولاد معايا بتاكل، شكل الشايب كده هو اللي هيقش. طيب بعدين اقش ازاي وفي جوكر واقف وراكي؟ ايه ده؟ مين ده؟
انا ناجي صاحب عزمي، كنت معاه في الفصل. بقى دي ليا ودي المجدي. ماشي ماشي يا دينا. نورتنا. ربنا يخليك يا طنط، والله ما كان لي لازمه كل التعب ده. ما كفايه انت تعبت معانا يوم الدفنه. اه جدا. دينا لو سمحتي. ايوه. هو جميل حاجه؟ اه هو بسمع. هو ايه اللي هناك ده؟ بتنجين. ممكن انا ما خدتش بالي، هي مش دي التيشيرت اللي انا جبتها لمجدي؟ صح مش كده؟ اه. وانا عمال اقول واقول واقول فعلا انا شكيت والله، عشان لسه ماسكه من هنا شويه. مش مشكله، هبقى اغسلها واديها لك. ميرسي ميرسي. الله، ده بتنجان مخلل كان، ما كنتش شايفه من عندي كده، افتكرته بلح. اوكي. بس عارفه يا طن، عارفه يا طن، ايوه، واضح ان انت نسيتي تفرمي التوم. التوم كويس والله. بس معلش معلش. اه والمكرونه البشاميل دي كمان مالها اخرى؟ ليه بيحطي بالطين على الوش؟ مش بيضه واحده؟ ليه حاطه بيضه؟ ايه مش عاجبك؟ لا لا، بس كانت هتبقى احلى بالبيضتين. اه عشان كده اكلت نصها بس. معلش يا عمته، بالهنا والشفا. الله يهنيك. اه ورق العنب، عايز ورق عنب اجيب لك؟ لا لا، ده انا هقول على عيب فيه برضه. اسمع يا ابني، انا قايمه اصلي المغرب لحسن بالشكل ده هتفوتني. ايه؟ هي زعلت ولا ايه؟ خلص المسلسل. هاتي الدالي، هاتي الدالي على ابو ظبي. مين الدالي؟ اه سعد الدالي، انت تعرفوش؟ انا سعد الدالي، انت مين؟ تعرفوش؟ معقوله؟ هتقولها تشوف. ولا اقول لك استنى، هاتلها مسلسل فيفي. مسلسل فيفي بتاع كيداهم، هتلاقيه على 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 نايف دراما. ولا استني، لا استني يا طن، اتفرجي على مسلسل ماجد المصري على نايل كوميدي. هاتي نايل كوميدي، هاتي ماجد المصري. ايه ده؟ انت هتخلص على مسلسلات مصر كلها؟ حلو قوي السنه دي. دينا دينا، هو هيفرق قاعد لحد امتى؟ الفجر قرب جدا. انا اذنك يا عادل. 15 يناير. انت من هنا؟ عدي بقى كده عندي كده. معلش. عشان ما تقطعيش بس. طب بسرعه بسرعه. ما تخسريش عشان ال منور. منور. ربنا يخليك يا طنط، ربنا يخليك. احضر سحور؟ ربنا يخليك، مش عايزين نتعبك. ولا ممكن يا طنط، ممكن شويه محشي من اللي كانوا على الفطار دول، لان بصراحه عديت عليه بسرعه كده ما لحقتش ايه استطعمه. اهو حتى بالمره اقول لك ناقصه ايه وكده. اسمع يا جدع انت، انا طبيخي كل الناس بتحكي وتتحكى بيه، ها؟ يقولوا يا سلام على طبيخك يا حاجه، يا سلام على نفسك في الاكل يا حاجه. ما حدش فيهم يقدر يقول لي نص كلمه، فاهم؟ انت زعلتي ولا ايه؟ زعلتي ولا ايه يا طنط؟ وانت مالك انت؟ انا بس كنت عايز افيدك. Is when I look into your eyes, I sense something so sincere in your disguise. You whisper secrets I hear only in my dreams. Then I wake up to your daddy's morning. باجي معاكي نروس الرأس اهو، ده غير ان انا بعلمك كمان فرنسي. قوليلي بقى اعمل ايه في موضوع دينا ده؟ بص، الخطوه اللي جايه هتفتح لك ابواب كتير قوي. ان انتوا الاثنين يبقى في بينكم حاجات مشتركه. عرفها منين الحاجات المشتركه دي؟ عرفها منين؟ اه طب مش خرجت معاها كذا مره؟ اكيد فهمت دماغها يعني. يا ست، ما هي اما بتسمعني يا اما بتتكلم عن الزفت. ما جديده مين ده اصلا؟ انا انت نسيتي ولا ايه؟ تشيرز. اوكي. طب اقول لك على حاجه، انت ممكن تلاقي معلومات عنها كتير قوي في الاكونت بتاعها في الفيسبوك. يا بنتي ليه؟ صح، بس تصدقي يا بنتي يا مي، انت فعلا فعلا بقى عندك خبره رهيبه في النت من كتر ما اتعلقتي. علقت؟ اه. شكرا. بيدو. ايه بيدو؟ ايه بيدو؟ جاي بيدو؟ جاي بيدو؟ مين بيدو؟ بيدو جاي بجد؟ بيدو جاي؟ هو بيدو. بيدو مين؟ يلا امسك دي، صاحبي من على الفيسبوك. اه يا بنت الايه؟ ده انت صحيح على الصياعه؟ جايبايا تاني عشان ما اعرفش تاريخك القذر. تاريخك القذر؟ السلام عليكم.
السلام عليكم. خذ تعالى شنو شنو من وين هذا؟ خذها ورع. ايه ده يمين جاب بطران بطران بطران. ده انت ضايعه. هي دي؟ اه يا خالو هي دي. آه. كان عندها عشان ابويا صغيره. مش راجل تخيل اقف جنبها. ده اكتب يا خالو اكتب اكتب يا عيني. اكتب الحكمه المفضله اللي هي بتحبها. حكمه مفضله القليل من العلم مع العمل به انفع من العلم مع قله العمل به. يا سيدي يا سيدي. خش بقى خش 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 على الاكلات المفضله اللي هي بتحبها. يلا يلا يلا, يلا. بص يا سيدي بتحب ايه؟ ايوه بتحب تاكل حنيزه ومفش والجريش والعصيده واللحم المقلقل. تاكل حشرات دي ولا ايه؟ حشرات ايه يا راجل انت بتضايقنا ليه؟ ده انت جريت ريقنا على اللحم المقلقل ده. بتشتغلني صح؟ ده لحم المقلقل ده في المنطقه العربيه والخليج نار. شوية بس أبص. أنا أسف يعني. عادل اركن اركن وتعالى يا حسين بسرعة. عادل مين؟ مين؟ أنا دينا. إيه ده دينا؟ ايه ده؟ ازيك يا عادل عامل ايه؟ ازيك يا دينا؟ ايه الصدفه اللي مش مقصوده دي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. بتعملي ايه هنا؟ انا بعمل ماجستير. انت بتعمل ايه هنا؟ انا بقى متعود اجي هنا. انا على طول هنا بقاش هم قاعدين اصحابي وكده. بليز قول لابن عمك ان انا زعلانه منه جدا. ازاي ما كلمنيش كل ده؟ هو مجدي كده. هو مجدي طول عمره كده مش مستقر وما بيردش المكالمات وفي كل بلد شويه. طبعا عن اذنك يا عادل انا اتاخرت عن المحاضره بتاعتي. باي باي. طبعا طبعا انت عارفه يعني قليل من العلم مع العمل به أنفع من العلم مع قلة العمل به. إيه ده؟ إيه إيه قلتها غلط؟ دي الحكمة المفضلة عندي. لا حقيقي؟ والله؟ واضح إن بيننا حاجات مشتركة كتير. تقريباً. طيب بقول لك إيه؟ إيه رأيك بعد ما تخلصي المحاضرة والجامعة نخرج ناكل أو حاجة؟ أوكي ما عنديش مشكلة. أخلص وأكلمك على طول. أوكي. عادل معلش أنا عندي سؤال. سوري معلش. لا إزاي؟ اتفضلي. هو أنت موقف الياقة كده ليه؟ بس أنا بقالها كتير قاعدة فقلت أما أوقفها شوية. معلش سوري اتأخرت عن حضرتي. وحشة ولا ايه؟ ناكل سوا. نروح فين؟ نروح فين؟ ساقية لا، سمك لا، لا، ايوه. الو مطعم انشراح؟ ايوه انشراح انا مجدي. بقول لك ايه ركزي معايا لو سمحتي. يا اهلا يا اهلا يا عادل بيه. هجسلك ترابيزتك يا عادل بيه. هما بيعملوا كده ليه؟ اوفر صح؟ شكرا يا شافعي. شكرا شكرا. بصي الترابيزه دي بقى على طول بيحجزوها لي. دي ترابيزتي تيجي نقعد عليها. يلا لا نقعد هنا. هنا؟ اوكي ماشي يلا. اتفضل 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 اتفضل. ازيك يا شافعي؟ ازيك يا باشا؟ قول لي يا سيدي بقى اخبار اللحم المقلقل ايه؟ موجود يا عادل بيه. ماشي هات لنا يا سيدي منه. وعايزين كمان كنت حنسى هات لنا حنيز. الحنيز اللي حضرتك بتحبه يا عادل بيه؟ ايوه يا سيدي ايوه اللي انا بحبه. موجود يا عادل بيه. طيب هات لنا بقى شويه مجلجل على شويه حنيز وشويه رز كده وشهيصنا. تمام يا شافعي. مش كده؟ ما تنساش الصلاه. امين. معقولة؟ انت على الجو بسرعة. انت عارف يا عادل دي أول مرة أقابل حد في مصر بياكل لحمة مجلجل وحنيز. وأنا كمان. أول مرة أخد بالي يعني أو أفتكر إن أنت ممكن تكوني بتاكلي الأكل ده برضه. يظهر فعلاً إن في بينا حاجات كتير مشتركة. أيوه. عادل بيه. أيوه يا سيدي. اتفضل. شكراً. أمرني بحاجة تانية يا عادل. ميرسي. بيه. خلاص شكراً يا شافعي. شكراً. رهيب رهيب. رهيب. ممكن تديني حنيزية بقى؟ عايز حنيزايه؟ مني انا؟ طبعا حنيزايه حنيزايه ديك حنيزايه مزايا واحده. افتكرت. معلش معلش خديها انت. اصل افتكرت تليفون مهم قوي لازم اعمله. طيب سوري مش مهم التليفون دلوقتي. هاكل بايدي يعني مفيش مشكله. ايش حياتك؟ يا فندم انت عصبي معايا قوي يعني اديني فرصه. تتخطاني تروح تقابل السيد مساعد وزير الداخليه؟ بتورطت فيك؟ اسمع بقى المهمه اللي انت متماسك بيها وريني هتعملها ازاي. اقوم امشي يا فندم؟ يا ريت. والله شكلك كارهني. والله يا ريت تمشي. انت لو فتحت قلبي دلوقتي تلاقي نفسك ماشي. يا ده حلم حياتي ان انا عامل ايه متورط فيك.
الجامعة دي اسمها جامعة الصفوة الدولية. في عيال في الجامعة دي متورطين في شراء مخدرات من بره. الوسيلة اللي بيجيبوا بيها المخدرات لسه لغاية دلوقتي احنا ما نعرفهاش. هدف المهمة يا أستاذ بسيوني الدخول بسرعة وسط الشلة بتاعت العيال دي. طارق الكرمي الشهير بطارق مانشستر ده عامل لي فيها زعيم الشلة. وبايظ أبوهم وعايشين في الخليج بس بيصرفوا عليه بزخ. دي بقى يا سيدي مايا عبد الحميد أبوها راجل أعمال كبير بس بنت غريبة غريبة وتصرفاتها أغرب منها. ده بقى حمزة عبد الحق الشهير بحمزة مارتن مطرب فاشل بس عامل فرقة وبيغني فيها. إنجي صلاح السهلي دي أهم واحدة في الشلة. حفلات العيال دايماً في بيتها هي. العيال دي بقى علشان تعرف سرهم وعلشان يحسوا بالأمان من ناحيتك لازم يحسوا إن أنت الزعيم عليهم. والزعامة دي ما تجيش إلا من قلب أسد. قلبك هيبقى أسد؟ شوف يا فندم والله أنت لسه ما شفت قلبتي. هتبقى قلب أسد؟ هفاجئك. يا ريت تفاجئني يا بسيوني. أنت خدت كل المعلومات. وريني بقى هتستعد للمهمة دي إزاي. انت مرفوض من 3 جامعات حكومية بسبب سلوكك السيء. يا راجل انا ما عنديش التسيب اللي موجود في الجامعات الحكومية. انا عندي انضباط، عندي التزام، مستوى تعليمي رفيع. ما عندكش تاسة يا فندم. اخرس ملعون ابو مجانية التعليم اللي بوظتكم. يا فندم انا كنت عايز اقول مش ما تقولش اي حاجة. الاولاد بتيجي عندي هنا عشان تتربى وتتعلم. انا فاهم يا فندم. ما انتش فاهم حاجة ابدا. اتفضل يلا على المدرجة. فاهم؟ فاهم يا فندم. وان شاء الله ان شاء الله هكون عند زمن حصن حضرتك. ايه بخ طز حضرتك. ايه المدرج منين يا فندم؟ هنا اهو. شكرا. هنتكلم في المحاضره النهارده عن خصائص الموارد الاقتصاديه. اولا بعد اذنك يا دكتور انا ما حدش يخش لي المحاضره متاخر بعدي. اتفضل بره. بعد اذنك يا دكتور. اتفضل بره. اولا الندره النسبيه وهنتكلم عن الندره النسبيه. زي ما حضراتكم شايفين الندرة النسبية. ايه ده؟ انت اخينا انت داخل جريمة لا خيالك. قم فز وانت بتكلمني. اسمك يالا؟ بسيون. نعم بسيوني عبد السلام بسيون. ايه حد عنده اعتراض على الاسم؟ انت جيت لنا من انهي مصيبه؟ من 3 يا فندم. نعم يا اخويا
قصدي ثلاث مصايب يا فندم، جامعة القاهرة، جامعة اسكندرية، وجامعة جنوب الوادي. ما شاء الله، اترفدت من ثلاث جامعات، دي حاجة تشرف والله. واترفدت ليه من الثلاث جامعات؟ والله في جامعة القاهرة تقدر تقول ضربت دكتور ضايقني، في جامعة اسكندرية ضربت دكتور سألني اترفدت ليه من جامعة القاهرة. كل اللي اقدر اقوله لك انك مش متربي. او ده بقى نفس اللي قاله الدكتور بتاع جامعة جنوب الوادي قبل ما كسر له صف اسنانه التحتاني يا باشا. حسبي الله ونعم الوكيل. انا مايا. دي انجي برنسيس الجامعة، يستحسن تبعد عنها اصلها متشفرة. نعم ايوه، والجامعة بتاعتها مع طريق مانشستر، اصل انا فتانة. انيسة انجي، لا مؤاخذة هنعطلك عن قراية المجلة. لا لا ابدا يا دكتور، تحت امرك. احنا كنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ في المحاضرة. ما انا عارف، الموارد الاقتصادية وعلاقتها بايه؟ علاقتها بلون الشعر. برافو برافو، المحاضرة جاية تيجوا ومعاكوا الصبغة. ولا عزوز زوز زوز يا زوزو، ولا زوزو ولا عزوز. ايدك تشك في ايدك يا رماد الطوبه. امسك الولد ده، خد ورق ولا خد. هو فين يا اخويا اللي جاري ده؟ تريش انا هجيبولك الواد ده معلقه من قفاه. عزوز فين بقى؟ قطيعه انت يا واد يا عزوز، انا انت الطين. كلم يا ميدو. في ايه يا ميدو؟ يلا عزوز خش اضرب لك طقم كده في الشياكه عشان عندنا سهره تمام النهارده. يلا يا عم سيب لنا نبل شويه، انا لسه جاي من الشغل دلوقتي ومش خارج النهارده. يا بني ادم معايا موزز، افهم موزز. يلا هغير هدوم واجيلك على طول. يلا يا عم ميدو. ايه يا عم انت ده؟ انت بتنادى عليا كده ليه؟ وانا تايه ولا ايه؟ حلوين يالا، حلوين يالا، حلوين. انا عمري ما شفتهم بس صوتها في التليفون. يالا عزوز اصلي تحت في اي حاجه فيها ده مربوطه، بس هنركب كلنا على الموتوسيكل يا ميدو كده، الموتوسيكل هيتضايق منك. عيب يالا، ودي تعدي على صاحبك برضه. ايه ده؟ مفاتيح عربيه ابويا. ايه؟ قشطه، رحنا في داهيه. ايه الفال ده؟ فال جديد يالا. بسم الله الرحمن الرحيم. طب افتح لي الباب. سمعني صحتك. ما قلتليش يا ميدو. ها البنات دي انا اعرفها ازاي؟ هي قالت لي هتلبس بلوزه حمراء. حمراء؟ وده لون يتلبس بالليل ولا بالنهار؟ وحياتك. ولا عزوز ايه؟ ايه البلوزه الحمراء في هناك اهي. مش رقم تليفوني برضه 67-3-3-4-6؟ مش نمرتي. لا نمرتك يا ميدو، نمرته. لا يا عزوز انا غيرت نمرتي بس لسه ما اديتهالوش.
الانكار مش هيفيدك. احنا قطعنا 4 تذاكر، يلا بينا نخش السينما. اوبا، ده انا نسيت الفلوس في البيت. Don't worry، انا معايا فلوس. وني كمان. طب انا ثواني انزل اركن العربيه لحسن ركنها صف خامس بدل ما الونش يجي يشيلها، اصلها مش عربيتي. مفيش ونش بيعدي من هنا. يلا بسرعه عشان نلحق الفيلم. يلا بس عليك يا ميدو. يلا ما تقطعش، هتيجي يعني هتيجي. It wasn't a date. Okay, an appointment. I keep my appointments. We have door issues. I called you. I called you at 7 o'clock. I get up early. I need more sleep. Come back in a month. Come back? What makes you think I'd come back? إذا في دبان في وشك ولا إيه؟ ايه في ايه؟ انت بتبص لي كده ليه؟ هو انت مش حاسس اللي انا حاسس؟ لا خالص يا خسارة. بص بص على الفيلم. هي هي You're married. يا ناس اهو بدخن في السينما اهو وفي موكيت اهو. هو ما حدش بيطلعني بره ليه؟ I know you're a criminal. Probably a felon. معلش معلش انا اصلي باكل بالايد دي. معلش. ما انا برضو ماسك الكيس بالايد دي، يعني باكل بدي وماسك بدي. لو عندي ايد ثالثه كنت اديتها لك. لو سمحت لو سمحت، في واحده عايزه تمسك ايدي. بعدين معاك يا فريده. خلاص ده انت معروفه هنا بقى. طب ايش تقولي؟ مش تقولي يا فريده، مش تقولي انك معروفه هنا يا فريده. ولا 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 انت يعني مجمله اهلي لما اخذها يا جماعه؟ معلش قولي يا فريده. يا ساتر، دي بنات بنتهية يا راجل. بنتهية ده وشهم بطل من زمان. بقول لك يا ميدو، هو انت بتعرف الاماكن دي منين؟ من على الانترنت. كده مش عشان تحوى عليه شويه عشان يشد معاك يا اخي. يشد. وانتبهنا بعد ما زال الرحيل وافقنا وليت أنا لا نفيد. انت متأكد من اللي انت بتقوله ده؟ ايه ما انت فاكر ايه؟ ده تلاقيه صاحب الغرزة. لا يا عم ده مجنون. بقولك ايه يا معلم، هو العود اللي معاك ده ما بيجيبش اغنية اي دمعة حزن؟ لا ما تجيش الساعة دي. يا قزة اطاحت بأحلام القرى. يا راجل يا راجل سيبك من السكة دي، روح اتعالج. امسك. كلثوم لو كانت عايشه وشافت عشماوي ده بيغني كانت ضربته بالنار. ده باين عليه ما سمعش راديو قبل كده. اوبا لجنه. قلت لك يا ميدو بلاش نشرب. بقول لك ايه يا عزوز، اثبت كده ما توترنيش، اثبت خلينا نشوف هنعمل ايه. هتعمل ايه يعني؟ انا ارجع بضهري ونهرب هوا. لجنة تاني.
ابوك ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ تلاقيه بيفصل في الكفاله. ميدو. نعم. الراجل اللي هناك ده قاعد مركز معانا كده ليه؟ ماكش دعوه بيه، اعمل نفسك مش شايفه. المهم هو ما شفناش. ايه ايه ايه؟ لا لا يا باشا، العفو بنفسك، سيادتك سيادتك بتسرق لي بنفسك كده، ما يصحش يا باشا. لا لا طب اساعد حضرتك يعني. ماشي ماشي يا عزوز. موضوع هو اخرس ولا ايه؟ مش عارف. ماشي وماله وماله برضه وماله، مقاس سيادتك يعني مش كبير شويه على وماله برضه. حاضر ما حصلش اي حاجه. ولا عزوز؟ ايوه. تفتكر هيسرقها ولا بيجربها؟ ده ولا حرامي ولا ايه؟ لا بيجربها بيجربها. ماشي 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 هديها لك، ما تخافش يعني، ما تغلاش عليكم. وخد البنطلون كمان. يا ميدو بنطلون ايه؟ هيبقى طقم شيك يا عزوز، اسمع الكلام. يا ميدو بقول لك ايه؟ هيبقى حلو عليك. الحقني يا ميدو. كنت لحقت نفسي يا عزوز. الحقونا. الو يا ميدو، عايز جزمه واجيلك على الاسم. انا اسم المره دي. طيب هاجيلك حالا، نص ساعه بالظبط. جزمه، ايه الاستباحه الغريبه ده؟ انا اللي قلقت عليك. قلقت عليا انا ليه؟ يعني الموقف قدام الناس وابوك وامك يعني. لا الموقف ده عادي، الموقف ده بيتكرر كتير، انا واخده على كده. انا افتكرش اصلا ابويا بتيوم في البيت. انت عارفه بس يوم، انا علاقتي بابويا كده مش زي علاقه ابو وبنته، بس كده احسن. خديني بخرج بعمل اللي انا عايزاه، بشرب. طب وماما؟ ماما مالها ماما؟ دي ماما دي زي السكر، ماما دي انا وهي موبايلات على طول. تصحى من النوم تديني موبايل، تخش تنام تديني موبايل، وانا برضو بديها موبايلات يعني. وبعدين بقول لك انت هتطير شويه الدماغ اللي انا عاملاها. طب ولع لي. حاضر. اشربي طب الموت. ايه يا بسيوني واقف كده يعني ما بتضربش ولا انت عامل دماغ لفت؟ لفت؟ لا انا تقدر تقول يعني دماغ الطوابع والحاجات دي، دماغ فافي ما تنفعنيش. انا احب يا بيه اظبط دماغي كده في مكان خاص واجي لك فريش. دماغ بلدي. بلدي؟ الله يا بسيوني، نفسي اجرب الدماغ البلدي دي. خلاص احنا بكره عندك. يا مايا حمزه، دماغنا بكره عند بسيوني. يا ست استني، ولا انت رجعت في رايك؟ لا رجع ايه يا جماعه؟ ايه حصل؟ بسيوني بكره عازمنا عنده على دماغ بلدي. بكره بلدي؟ قشطه يا مايا. لا 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 خلاص مش هينفع. يلا نروح دلوقتي. يا ينفعش حد يا ستي بتقول لك بكره؟ انت حاول معلش الزمن عندها ضغط يا عمي. يلا انت يلا ريت من هنا يلا من هنا. ده مش تقرير ضابط، ده تقرير اخصائي اجتماعي. الكلام ده تروح تقوله في همسة عتاب. يا فندم يا فندم اقرا التقرير بتمعن. قريته حبه؟ حبيته. من قلبك حبيته يا فندم؟ اها بحبك. مش من قلبك. لا كده مش من قلبك. بحبك في ايه يا هالظابط؟ انا مالي وما ظروف العيال العائليه؟ انا هتبناهم؟ انا ما تهمني ظروفهم، انا كل اللي يهمني المخدرات. فين المخدرات يا هالظابط؟ فين المخدرات؟ اتفضل. يا نهارك اسود ومنيل، اللي انت شايله ده فرش؟ فرش؟ فرش حشيش يا فندم. ماركه سيبها وخدها يوم السبت. نعم؟ لو مش فاضي السبت خدها لحد امان يعني. شكلك هيحبسنا الاثنين الصبح. ايه ده يا فندم؟ ده اللي هيوصلنا طريق المخدرات. توليفه عاملها عند العطار كده. وعملت كده ليه؟ اللي ليه اتزنقت؟ العيال اتورطت معاهم يعني، وعايزين يعملوا دماغ بلدي وعلى حسابي، فتصرفت. انت جننت بقى؟ بدل ما تعرف العيال دي بيجيب المخدرات منين، تشتغل لهم انت تاجر مخدرات؟ وبعدين العيال المدمنين دول هيأثر فيهم شغل العطارين اللي انت عامله الفالص ولا؟ يا فندم ده مفعوله كده. استنى مفعول ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه؟ ده انا لفف لك جوينت الصباحه. مين؟ فلتر كرتون عريق اول ما تصحى ولح. انا ما بشربش الحاجات دي يا فندم. اسمع مني، ما بشربش الحاجات دي. هولعه لك انا. انت ثابت يا هالظابط بتاع دي؟ ما تولعش في بيتي ابدا. انا هحولك للتحقيق فورا يا فندم. انا هوريك شغلك.
الكسفه اللي انت فيها يا حازم. حازم هبت ايه؟ في ايه يا حازم؟ معلش يا بيه، اصل انا سمعت بسيونو بيزعق فقلت يمكن بيزعق لحضرتك فاندفعت يعني. لا ابدا، احنا كنا بنشتغل انا وبسيوني. خلي بسيوني الحرس ده رجعه المكتب عشان نبقى نعدمه. ها؟ عشان نعدمه. انت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ مش فاهمك. علشان هخنقه قبل ما اعدمه. آه. عشان مش عاوز يفهم الحرز. ايوه علشان هنعدم. ايوه ايوه لفت لك منه الصباحه. ايوه ابو كرتونه. اه كده هضربه بالنار قبل ما اعدمه. تعالى ورايا الحرز. ايوه تعالى ورايا. حاضر. ما تشنقوه احسن يا باشا. انا مش هستنى نتيجه التحقيق، انا هضربك بالنار. يا فندم يا فندم افهمني، ما قداميش حل تاني، لازم اعمل حفله عند سعادتك هنا في البيت. ده انا لو مراتي عرفت هتذبحني. يا فندم عشان المهمه دي تنجح انا عايز قلبك يبقى قلب اسد مغربش تفوت في الحديد. مش ده كلام سعادتك اللي قلته لي؟ وانا لا يمكن اسمح لك انك تحول بيتي لجرسونيره. البيت ده اللي عمره ما دخلت فيه واحده ست غير مراتي والشغاله واحيانا حماتي. ده لو اعتبرت ان دول ستات جاي بعد العمر ده كله تدنسوا انت. خلاص يا فندم مفيش مشكله، انا هطلع السيد مساعد الوزير احطه في الصوره وافهمه ان المهمه بتبوظ عشان سعادتك مش متعاون معايا. اعلى ما في خيلك اركبه. يا عيني يا يا حسومه. ده حازم. اما اللي هيكون عمرو. مين؟ عمرو شارب استباحتك. الجركة ابو كرتون. يا فندم الاستباحه اللي عاملها لك بتاعت العريق دي. يعني كان زماني انا مطرحه. فندم النبي يا فندم اعمل معروف بقى، خلينا اجيب الولاد هنا ونعمل الحفل. هتفضح. انت بتقوله ده لا يمكن يحصل الا على يا ابني. انا قلت لك قبل كده انك موهوب، روح شوف لك ممول واعمل مجله الكاريكاتير اللي كان ابوك بيحلم بيها. اه يا عم اقعد على جنب، اقعد على جنب، وانا هجيبه منين الممول ده ان شاء الله انت راخ. فكرتني، ده انا في مكالمه مهمه جدا عايز اعملها. سوري يا اشرف بعد اذنك. ولا يهز. الو ايوه يا داليا يا دبوس، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كلمت كتير؟ اه معلش بس انا كنت نايم في الاجتماع فما عرفتش ارد. تمام يا حبيبتي. الله صحيح يا بت، انت مش ناويه بقى تقولي لي اسم الواد ده الحمار ده ابو عينين خضرة ده اللي انت ضحكتي عليه وقلتي له ان اللي في رقبتك دي قرصة نحلة؟ ها؟ زكاش. امال هيعمل ايه بقى لو شاف الخربوش؟ ايه ده؟ التليفون قطع وهو على ودني وانا بتكلم. معقولة كده الناس تقول عليا ايه؟ اهبل. بيجي خد بيجي على الزرار فبيقفل. الو ايوه يا دودو، معلش يا حبيبتي الخط قطع وانا بتكلم. دودو مين يا استاذ؟ انا صبري بواب. يا دودو. الجزار جاب متاخده وحطها في الثلاجه. او حاسبيه يا حبيبتي، حاسبيه حاسبيه. بس بقول لك ايه، اوعي يضحك عليكي كده زي الرجاله اللي انت ماشيه معاهم. ماشي معاهم؟ ماشي معاهم يا بيه. ده انا صبري بواب، صبري بواب، صبر. انت مش شايفني؟ يلا باي 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 دود باي دال. معكش اخضر؟ ها مش عارف، مش عارف الاخضر راح فين. كان معايا اخضر هنا. لا مجدي. واحد اثنين ثلاثة. ايه عايز ايه؟ كنت بتكلم مين؟ خمسة. واحدة كده، واحدة من اللي انا اعرفهم يعني. سبعة. واحدة مين يا عم؟ يا سيدي واحدة بروش معاها. عايز ايه بس يا اشرف؟ بتروش معاها لغاية فين؟ طب اسمها ايه؟ اسمها داليا. داليا ليه مسمار؟ داليا مفك. داليا دبوس. داليا دبوس ليه؟ دبوس؟ انت اكيد تعرفها على فكره. اه دي صاحبه ريهام مراتك. بقول لك يا مجدي ما تصيعش، على فكره انا يعني علاقتي بيها مجرد كلام كده وبس، وهي اللي رمت نفسها عليا. لا يا شيخ. عليا انا شويتين دول. شفت عامله ازاي؟ ايه؟ شفت شعرها وعينيها والدب فيها رصاصه ولا بقها وشفايفها وقصتها والرجلين بقى تحت العنة زي دبوس الفرخة. اديني موبايلها والنبي يا اشرف، اديني موبايلها. موبايلها ايه؟ مش عادي. مش بكلم حد والله، ده البواب، ده صاحب البواب. اديني موبايل عشان خاطري. يا لا انا اللي محتاجها، انا اللي محتاجها. انا عايز واحدة تلبس لي قميص نوم مش بدلة كاراتيه وحزام اسود. والله الحقيقة كلنا محتاجين كده. لا لا بس برضو برضو يا اشرف برضو ما ينفعش، انت صاحبي وريهام صاحبتي. انا منظري ايه دلوقتي؟ خد بالك مراتك كده تقريبا شمت حاجة. يا نهار اسود شمت؟ وانا لو سألتني هقولها انا صاحبتي. ايوه يا بابا،
ايوه حبيبتي. يا بابا انا عندي اجتماع مهم دلوقتي. ها؟ مع المديرين الكبار بتوعي. ها؟ اعدي اجيب الشغاله وانا جاي؟ حاضر يا بابا. اعدي على خطيبها الاول؟ حاضر يا بابا. واجيب بيض. طبعا هجيب بيض وانا جاي. حاضر يا بابا. ايه تاني يا بابا؟ حبيبي الدب ده يجيب كلاب النادي. ازيك يا ممدوح؟ ممدوح مين؟ ممدوح فرج طبعا. انت ناقص لك بس تقولي هاي انت. لم نفسك احسن لك. بقول لك ايه؟ انا جاي اقول لك ان اشرف جوزك متلصم وعلى اخره، لم الدور يا ريهام عشان جوزك ما يطيرش منك. انت بتدافع عنه ولا عن الست دبوس هانم؟ وانا اعرف دبوس هانم دي منين اصلا عشان ادافع عنها؟ انا عمري ما شفتها اساسا. وبعدين والله العظيم هو حلف لي 100 يمين النهارده انه هو ما اعرف هي اللي بتلاقي حاجتها عليه. طب وقرصه الرقبه؟ يا ستي ده كان سؤال بريء منه. بريء برضه؟ دنيء ارتحتي؟ انا نفسي افهم بس عايز اعرف حاجه واحده، فين ريهام صاحبتنا الرقيقه اللطيفه الجميله؟ بتعملي ايه؟ لا مش دي. فين فساتينك؟ شحتيها؟ وبعدين كاراتيه ايه اللي بتلعبيه ده يا ريهام؟ ما خلاص بقى، ما تلعبي اي حاجه تانية، ما تلعبي كونكت فور ولا سودوكو ولا اي حاجه من الحاجات دي. بس سيبك مني انا دلوقتي. ناني هاي. انت تعرفيها؟ صاحبتي من زمان، وعلى فكره سالت عليك قبل كده كذا مره، معجبه بيك. هو مش مرتبط على فكره؟ لا والله. يا عبيط، امال انا جايباك ليه؟ عشان كده. ايوه تعالي. دي طويلة. هاي يا ريدي. تعرفها فعلا. مجدي. هاي. اهلا. هاي. ناني. اهلا وسهلا. انتوا ممكن تروحوا تستنوني في الكافيتيريا تشربوا حاجة لحد ما اغير هدومي واجي لكم. ما تجيش. اوكي اوكي ما تأخريش. اتفضلي. باي. بنت ريهام انت اجدع واحدة من صحباتي. جاي اتفضلي اتفضلي. ايه ده؟ يا بنت اقعدي بقى في الكلب ده. انت ممكن تقولي ناني على الله. ما قلتش. ما قلتش ايه؟ يا ناني. هقول حاضر حاضر، اول ما تيجي فرصه هقول على طول. عارف؟ ما قلتش عارف. هقول والله العظيم ومصحف شيف هقول، بس هجمعهم كلهم مع بعض واقولهم عارف ويا ناني وكله. حاضر. انا حجمك ده ما يفرقش معايا خالص. حقيقي؟ ياه، لا انت وفرتي عليا كلام كتير وتفكير كنت عمال افكره من الصبح. طب كويس. بص، مين دول؟ بابا وماما. ما شاء الله طايت قوي، ربنا يخليهم لك. مات. ربنا يرحمه. في حادثه طيارة. يا ساتر. بس سبحان الله برضو انا يعني بابايا ومامتي ماتوا في حادثه برضو، بس في حادثه عربيه. بابايا كان رسام كاريكاتير ومامتي فنانه تشكيليه. فيعني وخالك برضو اللي رباكي؟ لا انا ما تربيتش. انت انا ايه عايزاني اربيكي؟ تعرف ان انا لسه جايه من عند دكتور؟ دكتور نفساني. ايه يا نين؟ ايه راح ايه يا نين؟ في ايه؟ انت مين اللي قال لك؟ هو فعلا؟ ده انا كنت بهزر. نفس ما بقتش ترحم. ايه ده؟ ايه ده؟ الله. طب ايه؟ حاجه تقرف. خلاص يعني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه دي؟ ايه فيه؟ خد صدر يا اخي، خد. حاضر حاضر حاضر. خد حاضر. خلاص خدت واحد، خدت واحد. ايه دي يا نيني؟ فين الولاعة؟ انا اسف انا اسف. ايه دي كريم؟ ايه دي يا نيني؟ ايه دي ايه دي ايه دي؟ ابوس ايدي. انا اسف انا ما انا ما وانا يا نهار اسود. الحمد لله انك ولعتيها قبل ما تقع. طب الحمد لله. ايه دي ايه دي؟ لا 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 لا. ايه دي؟ انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف. بس اطمن، انا كأنثى معليش اي تلافات. جاهزة للتزاوج والتخصيب. تخصيب؟ انا من ناحيه الرحم. رحم؟ تمام تمام تمام. وانت؟ لا انا ما عنديش رحم، يعني انا مش تمام بصراحه.
انت مش ملاحظه انك انت بتنطي مراحل لسه بدري عليها شويه في اول قعده؟ يعني انا بحب البوس قوي. بتحبي ايه؟ البوس قوي. البو يعني سمعتها صح؟ انت بتنطي فعلا. اه بصي البوس يعني تخصيب ومن ناحيه والتزاوج. وانسه ناني اعذريني انا يا لهوي ده الساعه لازم امشي معلش انا اسف بعد اذنك. طب ولو قلت لك اني عندي اربع حسنات في ظهري؟ هيبقوا خمسه لو سبتيني امشي. اوديهم لا 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 يا ريهام لا 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 يا ريهام اوديهم امشي انت ايه يا ريهام ايه يا بوندو انت انا مش تفتح بجيب الكولا خير تخين اي هجوم هلا قشطه صبح تاتا اتنين في تلاته ايه رايك في النظام بتاع امبارح وحياه ابوك ما تفكرنيش تشقى زباله ونسوانها كلها عايزه الحرق ليه نوفل قريني غلط ده انا بحبك يا عم قريك غلط ليه انت الماني سعادتك طلبت امبارح تروح شقه فيها نسوان بلدي انت تسلح لي حته زبده ايه الماسك الجديد اللي داخل علينا ده ما ينفعش انت ضيفنا النهارده وانا عيل جديد اسمه بسيوني حاجه كده بسيوني اه بسيوني حاجه كده بسيوني يبقى انت جبت اسمه الثلاثي وحبيته وان شاء الله هيتحط في الموسوعه بتاعه طارق كابو اوعدك الدنيا حلوه تعالى نلعب كوتشينة على المشاريب لا اعتبري نفسك كسبتي هروح اجيب انا المشاريب يا في ايه ولد بصحيح يا ربنا يا صباح اللي بتغني سندوتشين قلت له حاجه ساقعه يا حبيبتي دايما البدايه عندك بالهنا والشفتاشي اقول لك حاجه مش متفائل اهدى انت بس مش تحاسب انا برضو اللي حاسب لا انا لا انا بوتاجاز معدي ما تهدي في ايه انا بحذرك طب وحياة ابوك بلاش الصباع ده هتندم بنفس الصباع بنفس الصباع ما تهدي تحتلف في دماغك من الصبح يلا كده احلى الله 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 سخنه الله 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 ايه يا عم مش تحاسب برتقان ومانجا وخيار بس انت اكيد ما تقصدش وعامل لي فيها برم في برم يقع على الواقعه دي والنبي يا اخويا وحد ابوك ما تبقاش تلمس الحاجه اللي مش بتاعتك اه انت تقصد القصه يعني انا كنت بعجلها لها عشان وشها ما كانش باين وبعدين شايفك متنرفز قوي يا عم دي قصه قصه بسيوني نعم قول لي انت وراك ايه بالليل النهارده لا والله ما ورايش حاجه طيب اصل انا كنت عامله حفله في البيت عندي ويا ريت يعني تيجي لا والله مش عارف احتمال يبقى عندي مليون حفله اه طيب عموما يعني لو خلصت وعرفت تيجي يبقى تعالى مش هيك هتيجي مش هيك انا حر بسيوني مستنياك انا جيت لك علشان انا عارف ان انت اكتر واحد هتبقى مبسوط وانت شايفني وانا بتعذب انا مش عايز اكل تاني ومش عايز اصعب عليك انا جاي لك بكل اراده وتصميم انا خلاص نويت الشنطه اللي معاك دي فيها ايه هدومي فتشها رينجا
دي رنجة دايت. اسمع، من السعادي لا، من اللحظة دي وبمزاجك أو غصب عنك هتموت من الجوع. مجدي، مجدي اصحى اصحى. ايه في ايه؟ ادري الفطار. الفطار شكرين قوي. ايه ده؟ ايه ده؟ زيتونتين؟ قول له زيتونه واحده بس. على لا تتكرر تاني. أنا مش جعان. من زمان وانا بحط فلوس كتير جدا في الوسط الثقافي ده بحكم اني راجل مثقف جدا وبحب الثقافه والمثقفين جدا جدا. ومن اول يوم عرف عليا فيه صديقي واخويا مجدي مشروع المجله وانا انبهرت صرفت كتير بس قلت يا رب يكمل قصدي يكمل المشروع يعني. ودلوقتي اقدم لكم اخويا وصديقي الفنان الكاريكاتير الكبير مجدي مكاوي. اصدقائي الاعزاء اهلا بيكم ومساء الخير. سيتم بدء الاعلان عن توزيع مجله ميجو بعد قليل ان شاء الله. مش معقول مش معقول مجدي ده هيفضل طول عمره تخين كده. مين حضرتك؟ انا وجدي ابو تريكا ابن خالته على طول. بجد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. بس انا ما شفتكش مع مجدي قبل كده. ما انا اصلي عايش في استراليا بقالي كتير. اوكي اهلا وسهلا. اهلا بيك. ومجدي كان عندنا بقاله فتره بقاله سنه عندنا. عشان كده كان مختفي الفتره اللي فاتت. كان عندنا. انا دينا. اهلا وسهلا. ودي عمتي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك. ايه ده انت دينا تعرفي مجدي؟ هو حكى لك عني؟ هي يعني حكى لي بس ما كنتش ولا بلاش بلاش. ايه؟ لا بلاش بلاش. لا بليز قول له. قال لك كلام وحش؟ هي هو كل الكلام الوحش كان على طبيخ عمتك. ايه؟ اه اه يعني حد يحط بيضه واحده على البشاميل بيحط بيضتين. معلش معلش. وانت تصدق برضو كلام الخرطيط ده؟ انا مش فاهمه انت بتحب فيه ايه.
ايه ده انت بتحبيه فعلا؟ حتى وهو بالمنظر ده كده؟ هو كمان حكى لي وقال لي ان هو بيحبك بجد؟ بس مش عارف على ايه. يا ساتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا كرم؟ ايه اللي جابك يا كرم؟ الاستاذ مجدي بعت لي دعوه ورسم عليها صورتي. يلا ربنا يهديه. ازيك يا حاج كرم؟ انت تعرفه؟ ربنا يسامحك بقى على اللي انت كنت بتعمله وانت صغير. مجدي حكى لي برضه. بعد اذنكم. اتفضل. مساء الخير. في البداية أنا حابب أعرفكم على طبيعة المجلة. مجلة ميجو. مجلة ميجو مجلة بتتكلم عن نجاحنا وبتتكلم عن طموحنا. بتتكلم عن مشاكلنا وعيوبنا وإزاي ممكن نعديها ونحلها. في المجلة برضو هتلاقوا إنه مفيش حد فينا شبه التاني. وإن محدش كامل. بس ممكن تلاقي اللي ناقصك عند حد تاني. عايز اقول لكم برضو ان الشخصيات اللي مرسومه قدامكم دي كلها النهارده موجودين معانا هنا لانها اصلا شخصيات حقيقيه، ما عدا شخصيه واحده بس هي اللي مش حقيقيه، شخصيه وجدي ابو تريكه. انا مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ ده مجدي مكاوي، اهم انجازاتي. مجدي 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 يا لهوي ده خس اتخرب منا يا معلمة. مجدي هيخلص ربنا يخليك. مجدي انا مصدقة نفسي، انا فخورة بيك جدا. مين حضرتك؟ انت اللي كنت قاعدة على الترابيزة تعالي كده. انت اشرف، شفت بقيت بتشال ازاي من السهولة؟ شكلها كده عركة كبيرة من أهل العريس وأهل العروسة، وهنطلع النهاردة من 30 محضر. يا عم اختفى انت بقوا 31. ألف مبروك يا عريس، ألف مبروك. أما فين العروسة؟ يا ريتني ما سألت. أهلا وسهلا يا باشا. أوعى أنت كده. أوعى أهلا يا باشا. اتفضل يا باشا. اتفضل عند أهل العريس. اتفضل يا باشا جنب أهل العروسة. عند أهل العريس ولا أهل العريسة ولا أهل العروس؟ أنا هقعد في أرض محايد. ومال أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً، ألف مبروك. الله يبارك فيك. إيه يا إخواني؟ دي البلد مقلوبة بره، مالكم؟ إحنا جايين نهدي النفوس. بعدين يعني أنتوا برضو أهل وحبايب ومهما كان دليلتوا العمر، ها؟ رواقوا. لا مؤاخذة سعادة الباشا. الفرح بصراحة ما يليقش بمقام سعادتك ولا بمقام ابني كمان. ده خلى رقبتها زي السمسمة. ايه يا جدع انت الكلام المسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم، تقصد ايه بالكلام المسخ ده؟ بذمتك يا سعادة الباشا، لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها نانسي عجم؟ لا، اللي يستخسر في بنته حاجه يبقى راجل ناقص وواطي ومعفن. ايه؟ احنا جايين نهدي النفوس. ايوه الله اكبر، سعادة الباشا قال الحقيقه. يا راجل يا معفن. كلم الحاج. يا نتن. كلم الحاج. يا تحفه. ما هو كلم الحاج هتقول ده مرمطك. مش هين عليك تبيع قيراط من القيراطين اللي حيلتك عشان خاطر تعمل فرح بنتك؟ يا اخي اتحرق القيراط، هو في اغلى من الضنا. ايوه قول له يا باشي بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي كان دفع مهر عالي يليك ببنتي. لا كده الكلام اختلف.
هو دفع كام؟ ما تقوله. لا هقول له. هقول. دفع 500 جنيه. صراحة يعني ده مبلغ قليل. فعلا. معلش يا حاج ما انت برضه بتشتروا راجل. هي كمان ما تسويش أكتر من كده. لا 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 يا جماعة بقى كده عارفين المنطقة اللي احنا فيها دي؟ منطقة أعراض. أعراض؟ أمال أنت فاكر إيه؟ في حصالة أعراض. إيه اللي احنا فيه ده أعراض؟ طب وعالي بقى كده يا باشا. أيوه أعراض. أوعى أوعى من جدك. دخلنا في أعراض. الله الله الله، ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده؟ مش كده يا جماعه، اهدوا بلاش توتر، ما ينفعش اللي بيحصل ده، ما تحسسونيش ان انا السبب، مش عشان فكنا مع بعض بكلمتين، ده انتوا اهل وحبايب. 35 محضر يا اخوانا، مش كده، ما يصحش حاجات تافهه تاثر فيكم. ايه يعني المهر 500 جنيه؟ حصل ايه؟ فرح زباله قاعدين فيه يا عم. 18 محضر. انت يا بلدينا. 19 محضر. ايه بلدينا دي، انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف. انا المخبر اول سباعي، السباعي المخبر الخصوصي الحضابط بسيوني، راح الامن في المنطقه كلها. قلت الضابط بسيوني؟ ايوه الضابط بسيوني. يبقى البشاير بانت من اولها. لكن ما قلتليش انت مين بقى. لا انا فضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان. يا نهار اسود يا مغزى يا باشا، اللواء في حاله. وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني، واتنيل على عينه اتجوزها. فين سبع البرومبا الظابط البسيوني بتاعك؟ بيولعها جوا يا فندم عشان نسترزق. ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها. والله؟ ايوه. قلت لي انك مخبر؟ ايوه مخبر. انت بقيت عسكري نفر، خش وريني الظابط البسيوني فين؟ ما دام عسكري نفر خش لوحدك. خش يا حيوان قدامي. مش داخل. امشي. انتباه يا عسكري. مش انتباه بس. مش انتباه. ايوه مش انتباه. تكلمت عسكري؟ يا جماعه كده ما ينفعش، هو عشان فضفضت مع بعض. ما انت قلت له يا معفن، قال لك يا نتل. يعني شتيمه. انت بتعمل ايه يا حظاظ؟ يا كمان يا فندم. ايه اللي جابك؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بنفصل التوتر عشان الهدوء يا فندم. خناقه بشادر والناس بتبوظ بعض وانت واقف تتفرج على الظابط. انت هل انت اللي بتضرب بكرسي؟ انا عارفك وحبيتك في الحجز يا فندم. لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف. دول بيتخانقوا من 6:15، اديهم 5 دقايق هيناموا. انت هتصرف ولا اتصرف انا؟ نجدك باشا اتصرف بسرعه يا الظابط. تمام يا فندم اتصرف بسرعه. قلتلك اديني البدلة خليني امشي. اقول لك خليها لك، انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ اعمل لك ايه؟ كلها نص ساعة والبدلة هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه؟ هات خرطوم مية اضربه في عينيك وصدرك، شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. الله، مش كنا بنفض يا فندم؟ تفض ايه؟ بنفض بين العريس وعروس. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف، اقعص المواقف في الحياة بتتحل بالهدوء وبالحكمة. حكمة ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم، اكتر حاجة كنت بحبها في الكلية مادة علم النفس. يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشرية. أنا كنت فاكرك وحش لما زرعك في وسط شوية عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعة، هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس، وبعدين أنا الأول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك، الأول على دفعتك 4 سنين، ما هي دي المصيبة، دي الكارثة اللي مش هتخليك تصلح للمهمة اللي أنا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصة من فضلك، أنا ما خدتش فرصة حقيقية أثبت فيها كفاءتي. أنا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم أنا من بكرة الصبح حاول في إجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصة أشرح لك. اخلص يا فاشل. فاشل؟ يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل؟ أه بتعصبك يا فاشل. يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في إيه يا فندم؟ يا فاشل صيحتلي في المكان. أنا ليا حساب مع الكلب اللي دبسني فيه. طب أنا عايزك طب البس هدومك يا باشا. ها في صورة كده؟ لسه. هو احنا هنكلم ابوكي ولا هو اللي هيكلمنا؟ هيكلمنا ازاي بس؟ هو مين اللي خاطف مين؟ وبعدين ما ينفعش احنا اصلا نكلمه من على الموبايل، عشان كده ممكن مكاننا يتعرف. جبت لكم فاكهه وجبن، هخش بقى اعمل لكم سندوتشات.
برافو عليك. يلا انزل بقى عشان انا اتخنقت. حاضر حاضر. اكيد كده الصوره جت، بس السلك ده مش عارف ماله. جرالك حاجه؟ لا انا كويس انا كويس. انت ايه اللي وقعك ده؟ انا حسيت ان انا شفتك بتمشي. على فكره بمشي. يا ريت يا ريت اقدر امشي، ده انت بس تلاقي تهيؤات من الوقعه. يا لهوي. معلش تعالى وانا اغير لك هدومك بدل ما توسخ الفيلا. هدومي كلها اتطيرت. يا نهار اسود. الحمد لله ان الدرس سليم. ايه ده التلفزيون اتظبط؟ ايه ده؟ مين الممثل ده؟ ده رشدي اباظه. هو ده بقى يا رشدي. كل ده متغير يا رشدي. لا اصل كنت باخد دش خلاص خارج اهو. ايه وحش؟ لا بالعكس ده حلو قوي. علاماتك مظبوط. لا ده واسع من الست شويه على فكره. في انت بتضحكي على ايه؟ انا مش قادره اتخيل وانت بتكلم ابويا وانت بالمنظر ده. ايه وابوك يعني دايخه ولا ايه؟ ما تقلقونيش بقى يعني. مش مشكله، هو انا هكلمه في التلفزيون. طب يلا يلا. طب ساعتك احنا هناخد اجراءاتنا وهنعمل اللازم، بس تحذير هام، اوعوا الخبر ده ينتشر عشان الواد ما ياخدش حذره وما نعرفش نعمل حاجه. احسن مره. انا شخصيا مش عاوز فضايح. طب سعادتك لو اتصل نقول له ايه؟ اعرف منه هو عاوز ايه وبلغنا بطلباته اول باول، وحاول تتصل بيه انت كمان. جايز يفتح موبايله ولا حاجه. مش مشكله، انا هستناه لما يتصل هو براحته. بس اهم حاجه السريه التامه. حاضر نستاذن. السريه التامه. حاضر حاضر. هشام باشا، في اخبار جديده؟ بقيت عند ملك. اوكي يا حبيبتي سلمي لي عليه. ماشي يا ماما. ماما بتسلم عليك. سلمي لي عليها قوي. باي باي يا حبيبتي. باي باي. الحمد لله كانت عملت لي يومين اجازه، يعني خلاص كله بقى تمام. ايوه يا عم، بقينا نعرف نخطط ونقول اهو. شفتي بس حركه قميص النوم دي هتخلي رشدي يتحبس طبيعي. اما حته صدفه. صدفه ايه يا بنتي؟ ده كله متخطط هنا، ما تفهمي بقى. برافو عليكي. هو بيعمل ايه كل ده؟ يا ابني اسمعني، حتى اللي عليك تاخد عيني كمان. بص 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 زعلان ازعل ازعل نص نص. ايه ده يا نانسي؟ نانسي انا غلطان ان انا توعتكم ولبست الزفت ده. انا لازم اشوف حاجه تانية تتلبس. احنا جايين نخطف ولا نهزر؟ بس وخصوصا انت يا فايزه. تاخدي بقى كده عشان بحب اقعد قدام. ده حسب الدين. بص بقى، عايزاك اول ما تكلم ابويا تخش فيه شمال تخوفه جامد. ركز معاها بقى. طيب طيب. ترهبه تحسسه ان حياه بنته في خطر. هو بقى هيخاف. تقوم انت بقى في ساعتها تحتار بالفديه اللي انت عايزها. عايزك تدخل صوتك كده عشان يحس ان انت مجرم بجد محترف. انا عارفه ابويا لما يخاف اوعي يزعق فيك وانت تضعف كده. لا تط ناسف لانقطاع الخدمه. ايه؟ لوك 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 لوك. خلاص عرفت. طب هنعمل ايه؟ سالي هات تليفونك. لا 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 لا، ايه التليفون؟ انا ماليش دعوه خالص. اكلمه من اي تليفون في الشارع بكره. طب خلاص خلاص، تليفون البيت عطلان وهي تليفونها. لا 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 لا، وانا موبايلي ما فيهوش رصيد. ايه ده؟ انا موبايلي فين؟ فين موبايلي؟ سالي ادهوله. في ايه؟ ويا ريت لو معاكي قرص منوم بقى لحسن. انا بجد ما بيجيليش نوم بالليل خالص. ايوه معايا عشان ما غيرش. بس بص خد نص قرص بس، خلي بالك. خلي من ايه؟ مناش الحاجات دي على فكره. شفتنيش انت عند المعلم مشمش؟ انت مكسر القعده. يلا اقعد اهزق. يلا تصبح. هنوديها فين؟ هنحبسه فوق. خايفه يكون مات. ماتي ما هو بيشخر قدامك. Thank you.
تعالي بقى لما افرجك على بقيه الفيلم. هتعملي ايه؟ هتشوفي. بصي بقى. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتبليها ليه؟ الهدوم مهدومه ومبلوله عمره ما هيقدر يكون. انت عليك ايه المخ ده؟ تعمل ايه؟ لا لا انا انسان عادي. خدني هديا. يا ابني انت جاي بالسرعه دي منين؟ خدني انا. ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ سالي كانت بتزقني فوقعنا. ده اسمه كلام يا سامي. معلش ايدك بس معايا. خير ان شاء الله. معلش. هو انت ايه اللي صحاك بدري كده؟ انا قلت اصحى بدري بقى عشان نلحق الخطف من اوله عشان ربنا يكرمنا. اغير بقى اللبس ده. ايه ده؟ الظاهر الدنيا مطرت. وهي الدنيا مطرت على بدلتي انا بس ولا ايه؟ بتقول ايه يا لطفي؟ نشر الخبر؟ طب استنى هاتي الاهرام يا ابني. حاضر يا باشا. اتفضل يا باشا. يا دي المصيبه. خد اطلع. ايه ده، انت تشتغلني ولا ايه؟ تاخد مني الجرنون تقلب فيه بقى ترجعه لي؟ رجعتولك ناقص خبر ناقص صوره قلبت فيه بس ما قريتوش. اطلع. طب انا مالي؟ خلاص هاتوا انا حاسب عليه. مراتي بتحط عليه بتنجان بيشرب الزيت. حس كده بقى، هات الاذاعه والمصور والحوادث. دول ما بيشربوش الزيت. يبقى اشربه انت. اتفضل يا باشا. ما تعلي يا ابني الراديو ده شويه. حاضر. اهو. يا رشدي انت يا بني ادم، انت جاي تستجم هنا؟ استجم ايه بقى؟ مش كفايه الهو اللي احنا فيه ده؟ مش كنت خطفتوني في شهر 8؟ احنا لازم نخرج نكلم ابويا. ماشي، ما تتاخروش. ايه اذا كنت انت اللي هتكلمه؟ اخرج ازاي بلبس شيتوس ده؟ ايه، خايف حد يصطادك؟ بلاش انت يا انتصار. انت عايزين نخلص بقى يا جماعه من القصه دي. ايه ده، هو انا قاعده مع اتنين عيال؟ ما تركز معايا شويه يا رشدي. قوم بقى اما اشوف هنعمل ايه في منظرك ده من غير شخط. ماشي، قوم شوف اي حاجه تتلبس. القرف ده. يلا يا هو بيهبب ايه كل ده؟ انا عارفه. خير يا جماعه، مين اللي مقدم البلاء؟ يا نهار اسود، ايه اللي انت عامله ده؟ لا كله انا بدلت اخويا. خلاص بقى يا سالي. خلاص ايه؟ انت عارف يا مروه لو اخويا عارف هيوديه في 60 داهيه. ليه بيشتغل ايه؟ دكتور. طب على نفسه يا جماعه، عايزين نخلص بقى. يلا روحوا انتوا، انا مش جايه معاكم. ماشي خليكي، احسن. يلا يلا يا اخويا. قدامك ايه القلاطه اللي انت فيها دي؟ ما تزق شويه، انت صدقت انك ظابط؟ زق. سلام. ايوه انا عارف انه ما كانش قصدك. اتفضل روح اسرح. يا ابن المريح، البس لك ايه طيب؟ انت جنان؟ ها مالين الرقم؟ اتنين؟ اه يعني قول اربعة. انت هتجمعهم. اربع اتنينات 060. حاضر، اربع اتنينات 060. هتقول له ايه؟ فرصتي جت، سيبيني لو سمحتي. رد يا جبان. الو. ايه؟ مشغوله. مشغول؟ طب جرب تاني. حاجه دلوقتي؟ اه. طيب كام الرقم؟ 42060. برضك؟ كل ده مشغول، هات اجرب انا. بيرن. الو. الو. ادم الشاذلي؟ ايوه. معاك النقيب رشدي اباظه.
انا رشدي عباظه يا ادهم. ايوه يا رشدي يا ابني، انا كنت مستني مكالمتك دي عشان اعتذر لك عن اللي عملته معاك. رشدي انا بنتي ملهاش اي ذنب، احنا اصحاب شركات زي بعض وممكن نفض الخلاف اللي بيننا ده. يا بنتي بنتي. طب اموتها الاول، اموتها. اسمع يا ابني، انا لو بنتي جرى على حاجه مش هرحمك. بنتك كويسه والمصحف. طب انا عاوز اكلمها. حاضر، ثانيه واحده، بابا عايزك. انت مجنون، مش هينفع تكلمها دلوقتي، انا مكتفها. طب انت طلباتك ايه عشان تسيب بنتي في حالها؟ عايز فلوس. عاوز كام؟ اقول له كام؟ قول له 1,000,000 جنيه. كتير قوي ده. انت مالك؟ عايز 1,000,000 جنيه. مل ايه؟ مستحيل. انا والله قلت لها كده. انت عشان مجنون، حرام عليك، سليت الراجل. ايه قفل في وشك ولا الخط قطع؟ لا والله قفل في وشي. انا بتهيألي سيبه يهدى شويه ونرجع بعد كده نكلمه، واخده بالك؟ هو يعني يكون هدي اعصابه شويه والخنفسه دي تكون